الناس اليومين دول. معنا اخبار في الرياضه، محمد صلاح معانا النهارده، وفي اخبار كتير كده قريتها على السوشيال ميديا ان هو هيمشي من ليفربول. كمان معانا قصه مهمه جدا عن العندليب الاسمر، برضو اليومين دول في كلام كتير كده عن مسلسل او فيلم عن العندليب الاسمر، ده اللي هنعرفه في الحلقه. اما بقى الحوار اللي شاغل الناس كلها اليومين دول، ان الناس يا عيني لسه ما فقتش من صدمه فيلم اصحاب ولا عز، واتفاجئوا بمسلسل تحت الوصاية بتاع منى زكي، وموضوع الحجاب اللي لبسته منى زكي، وكل شوية بوست هنا وبوست هناك وحوارات كتير. كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة في اللي حصل. نطلع فاصل ونرجع نشوف اللي حصل. أول خبر معانا النهاردة هو خبر مهم، أنا بعتبره أنه هو خبر حلو، خبر سعيد كده. مبادرة صوتك مسموع اللي أطلقتها وزارة التنمية المحلية من فترة. المبادرة دي بقى هدفها إيه؟ أنا شايفة أن هي هدفها حلو جدا جدا. أول هدف فيها أن هي تخلي المواطنين أو الجمهور يبلغوا عن أماكن اللي بتتجمع فيها القمامة. يعني أي حد شايف أنه جنب بيته مثلا مكان مليان فيه زبالة، أسفة طبعا على اللفظ، يقدر إن هو يكلم المبادرة دي ويقول لهم إن جنب بيته في مكان فيه قمامة كتير، ويبلغهم بده، هم هييجوا ويشيلوا الزبالة دي. كمان أي حد يشوف أي حد عمل تعديات على الأراضي الزراعية، على أملاك الدولة، الفساد الإداري للموظفين، يعني ثانية واحدة، يعني أنت لو رحت أي مصلحة حكومية في أي مكان والموظف طلب منك رشوة أو فتح الدرج زي ما بيقولوا، على طول تكلم مبادرة صوتك مسموع وتبلغهم. الحقيقة إن دي يعني حاجة من الحاجات الحلوة كده، عارف، اللي بترجعنا تاني لأيام العصر بقى الإسلامي، لما كان في الناس تقدر تروح تشتكي وتقول مظالمها. فدي من الحاجات الحلوة جدا اللي أنا اتبسطت بيها. الحقيقة إنه أعتقد معانا تليفون ولا لسه؟ طيب احنا معانا على التليفون عشان يفهمكم اكتر عن الموضوع الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ. انا سعيده جدا جدا بالمبادره دي، وان كل تفصيله فيها يا فندم مهمه جدا وفعلا تهم كل واحد فينا. فيا ريت لو حضرتك، مش عارفه سمعتني في المقدمه لما اتكلمت عن المبادره ولا لا، لو حضرتك تقدر توضح لنا اكتر عن المبادره دي او ازاي الناس تقدر تتواصل معاها، يا ريت حضرتك تشرح لنا اكتر. يعني صوتك مسموع هي مبادره ده وزاره التنميه المحليه اكتوبر 2018. الصوت ده تقريبا السيجنال عند حضرتك، الشبكه في الكنترول، ياكدوا لي الصوت تمام. مبادره صوتك مسموع اتفضل يا فندم. هي مبادرة تم تنفيذها في 2018، في أكتوبر 2018، والهدف الرئيسي منها محورين رئيسيين طبعا برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء. الهدف منها هو إدراك المواطن في الشأن المحلي، ده شق الثاني، هو وزارة التنمية المحلية تستجيب لشكوى المواطن وتتفاعل معاه، وده بيتم خلال أربع آليات مهمة جدا، وهي رقم الواتساب 011 60 67 33. لا 67 011 60 67 011 50 60 60 67 67 83. طيب ممكن يا جماعة نكتب الرقم ده على الشاشة بعد إذنكم؟ كذلك صفحتنا على الفيسبوك. أيوة. صوتك مسموع بالعربي، صوتك مسموع بالعربي، يعني على الفيسبوك. تمام. يا جماعه احلى حاجه ان السوشيال ميديا سهلت حاجات كتير جدا، والناس دلوقتي بقت بتستسهل يعني السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي انها تخش عليها. اتفضل. الاليه الثانيه كمان الخط الثالث للاستفسارات هو 15 330 15 330. معلش يا جماعه نكتب بقى على الاولاني ده واتساب، والتاني نكتب الخط الساخن. اتفضل. كمان وكمان الاليه الرابعه هو الايميل ادرس اللي هو انفورميشن. هو الشبكه عند حضرتك بتقطع بصراحه. انفو ايوه @mld اوكي دوت
gov.eg. تمام، هم اكيد الجماعه في الكنترول هيجيبوه اكيد من الفيسبوك بيج. اتفضل حضرتك. طيب احنا لغايه دلوقتي يا فندم استقبلنا رسائل قد ايه؟ ايوه احنا في ذلك الوقت استقبلنا 500 ده اللي هو من 2018 لحد وقتنا هذا. بالظبط، الرسائل اللي وصلت لنا 596531 رساله حتى نهايه يناير الماضي. ده رقم كبير جدا. تضمنت الرسائل دي كام شكوى؟ 105497 شكوى. ايوه. تم حل 102540 شكوى، يعني بمعدل 97.2%. طب ممكن واحنا بنتكلم في الحته دي نقول ايه اهم الشكاوى اللي بتجيلكم او ابرز الحاجات؟ يعني انا قلت في الانترو انه احنا اللي عايز يشتكي من انه في قمامه جنب في مكان شافه، او الفساد الاداري، او انه في حد تعدى على ممتلكات الدوله او على الاراضي. هل في حاجات اكتر من كده؟ وايه اكتر القطاعات اللي جات لكم فيها شكوى؟ يعني اكتر القطاعات مثلا على سبيل المثال ويعني كانت الاستالات في يناير الماضي تحتل المكان الاول، يليها شكاوى الخاصه بالقمامه. القمامه اكتر حاجه خاصة. اكتر حاجه القمامه، اصل احنا الخط بيقطع خالص. اكتر حاجه الاشغالات. الاشغالات اوكي. يليها القمامه، يليها مخالفات البناء. ايوه. يليها التعدي على اراضي الدوله او التعدي على الاراضي الزراعيه بالبناء. حلو. يليها تعديل الركوب بالنسبه للسيارات الخاصه بوسائل الانتقال سواء الداخليه او الخارجيه. كذلك يليها بعد كده الفساد. طيب انا هسال حضرتك سؤال يمكن يكون بديهي بعض الشيء للناس، بس خليني اساله. احيانا المواطن العادي بيخاف ان هو يشتكي من جاره او يبلغ عن جاره، هل في سريه تامه للشخص اللي هو بيتكلم ده يتكلم بقلب جامد وهو يبقى مطمن انه محدش هيعرف ان هو اللي اتكلم؟ طبيعي يا فندم، لسبب. هو ايه؟ هو ان حضرتك لو كمان عشان نحفظ الحقوق للناس، لو حضرتك صاحبه شكوى بالفعل حضرتك بتقدم لنا صوتك مسموع وبتبعت لنا رقم الموبايل والتواصل بتاع حضرتك وكذلك صوره البطاقه الشخصيه لحضرتك. طيب. وده راجع لجديه، قد تكون لا قدر الله شكوى كيديه. بالظبط. وبالتالي احنا قابلنا حاجات كتير خلال فتره الاربع سنوات. اكيد. طبعا مر عليكم حاجات كتير جدا. بالظبط. عشان كده وفي ناس زي ما بنقول في ناس غاويه اذيه كده لله فلله. في ناس مصره تبعت نفس الشكوى كل يوم. ايوه. فلما بيتم بحث الشكوى وتظهر انها لا قدر الله مش في حقيقه الامر، على طول بيرد على صاحب الشكوى وبتبقى الجهه اللي موجوده في الحي او القريه اللي تم فيها الكلام ده بيبقوا عارفين الموضوع. فبيترد علينا احيانا انه شكاوى يعني مشكلات عائليه ما بين عائلات الى غير ذلك من الامور المختلفه. فبينتقموا من بعض. عندنا علمين. الميزه في هذا الامر ان غرفه عمليات صوتك مسموع تحت سمع وبصر السيد الوزير. بيقابلها 27 غرفه عمليات موجوده في 27 محافظه مصريه، بيرأس كل غرفه منهم السيد السكرتير العام للمحافظه. ومعاه فريق عمل. اذا لما بتوصل لنا الشكوى احنا بنبعتها للغرفه المختصه في المحافظه المختصه وهي بتبحثها وبترد علينا. احنا بعتنا لها بالصور او بالفيديو وترد على اصلاح الشكوى بالصور وبالفيديو برضه. وبالتالي بيتم الاجراء اللي تم اتخاذه، وبالتالي بيتم الرجوع لصاحب الشكوى برضه بالصوره الداله على ازاله الشكوى، المبنى المخالف الى غير ذلك في الامور المختلفه. طب هل الناس اللي بتعمل شكاوى كيديه دي بيبقى ليهم عقاب او بنحاسبهم باي طريقه ولا خلاص؟ يعني في الحته دي يعني في الجهات المعنيه هي اللي بتتعامل في العقاب. لكن خليني اقول لحضرتك ان لما بيبقى في شكاوى متعلقه بالفساد فطبعا دي للسريه بتتبعت على الايميل قبل اللي انا قلت عليه اللي هو info@mld يعني ministry of local. نزلتوه يا جماعه؟ نزلتوا الميل؟
.gov اللي هو gov .eg اللي هي اي. طبعا بيتبعت على الايميل ده طبعا بيتعمل هذه المستندات السريه، معالي الوزير فورا بيحولها الى قطاع التفتيش والمتابعه. لما بتثبت صحه اي حاجه من الحاجات دي كلها على طول بتحول مباشره الى الجهات المعنيه. طبعا يا فندم هو بلا ادنى شك القضاء على الفساد هو سبب اساسي في نهضه الامم، يعني اي دوله بتقدر تقضي بالذات على الفساد الاداري بيبقى بيؤدي لنهضه كبيره جدا. طيب خليني اتكلم مع حضرتك عن مبادره رئاسيه برضو جميله جدا وانا فرحانه بيها، زراعه 100 مليون شجره، وده رقم كبير جدا، فحضرتك كلمنا عن اهميه المبادره دي. طبعا هي مبادره هي مهمة جدا. زراعة 100 مليون شجرة بتستهدف ضمن ما تستهدف يكون عندنا 100 مليون شجرة في خلال 7 سنوات. العام الأول منها ينتهي في 30/6 القادم. احنا بنستهدف في وزارة التنمية المحلية زرع 80% من الأشجار خلال 7 سنوات. ده في كل المحافظات يا فندم مش كده؟ كل المحافظات المصرية. اتعمل على طول وقت المبادرة تقسيم 7 سنوات إلى سنوات مالية. العام الأول يخصنا منه 7.7 مليون شجرة. تم زراعة حتى الآن 5.4 مليون شجرة على مستوى المحافظات المصرية. والمحافظات المصرية بتساهم بحوالي 2.7 مليون شجرة. طبعا تم في الأول تحديد الأماكن اللي هتزرع فيها هذه الأشجار، نوعية هذه الأشجار، وده بشراكة استراتيجية مع وزارتي الزراعة وتاج الحرب. طبعا اللي بيتم دلوقتي على مستوى 27 محافظة مصرية اختيار طبعا المحاور والشوارع الرئيسة اللي بيتحط فيها هذه الأشجار. كذلك الأمر الأماكن اللي تصلح لإقامة غابات شجرية. طبعا هذه الأشجار بتكون منتجة للأخشاب، واحد. اثنين، أشجار أخرى مثمرة زي البرتقال زي الرمان، والناس تاكل منها عادي يعني لما تطرح الناس عادي. طبعا. وبالتالي هو المستهدف إنقاذ أولا إيجاد فرص عمل حقيقية لمن يقومون بزراعة هذه الأشجار، أدي شق، وده بشراكة استراتيجية مع الجامعات والمدارس في المحافظات بتاخد وتزرع، مع كمان الحدائق المحلية في كل محافظة خصصت لنا حدائق يتم زراعة فيها هذه الأشجار. وبالتالي صيانة هذه الحدائق هتبقى توجد فرص عمل حقيقية لمن يقومون بالزراعة والصيانة. فهناك يعني تناقص حقيقي على مستوى المحافظات المصرية لزراعة لأنها مبادرة رائعة الحقيقة. طب خليني أستغل وجود حضرتك معانا، وبما أن احنا داخلين على رمضان نتكلم عن معارض أهلا رمضان. الحقيقة أنه الكلام عليها كله كويس جدا، أن الأسعار رخيصة فيها جدا، موجود فيها اللحمة وموجود فيها الفراخ، موجود فيها رز، موجود فيها كل حاجة. فعايزين نتكلم عن دور الوزارة في معارض أهلا رمضان. يعني خليني أقول لحضرتك أن وزارة التنمية المحلية مع الدولة المصرية مع 7 مصرية، احنا النهاردة لغاية دلوقتي دشتنا ما يزيد عن 19,000 معرض وشادر. 19,000 ما يزيد. اوكي. ما يزيد. وبالتالي وكل يوم في كتير، يعني كل يوم المحافظات بتفتح اماكن جديده، معارض جديده. مع الوزير المنيا النهارده من يومين كنا في انا قريت كمان الشيخ زايد النهارده قريته. وطبعا الجيزه طبعا يعني كل يوم بتفتح معارض. كذلك الامر احنا في تنسيق مع التحالف الوطني الاهلي التنموي لزياده المعارض دي بشكل يتم فيها طرح السلع باسعار اكثر تنافسيه بنسب خصم. لانه ده التوقيت فعلا ان احنا محتاجين في حاجه زي كده نسهل على الناس وكمان نديهم اسعار مخفضه، وخصوصا ان احنا داخلين على شهر الخير شهر رمضان. دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه، الف شكر لحضرتك. معانا خبر
جميل والله العظيم. عارفين ليه؟ عشان انا بحب التاريخ. النهارده وزاره الثقافه عملت حاجه عظيمه جدا، سجلت مسار احتفالات الاسره او العائله المقدسه في اليونسكو. الحقيقه ان دي انا لما قريت الخبر ده اتبسطت جدا، لانه مسار العائله المقدسه دي من الحاجات اللي احنا بنفتخر فيها في مصر، يعني دي حاجه بجد تدعو الى الفخر. فلما وزاره الثقافه تسجلها في اليونسكو دي حاجه كبيره جدا. علشان انا ما اقعدش اتكلم في الموضوع واقعد اجيب من هنا وهنا، وانتوا عارفين بحب ارغي، فخلينا نتكلم مع الدكتوره نهله امام، مستشار وزير الثقافه للتراث الغير مادي، هي تشرح لنا اكتر. اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا. انا كنت بسالهم، انا اسفه، بسالهم قبل الهوا هاتولي تفاصيل اكتر عن الموضوع واشرحوا للناس ايه هي مسار العائله المقدسه وايه اهميه تسجيلها في اليونسكو، بس هم الحقيقه ما جابوليش حاجه. فانا قلت اكلم حضرتك وحضرتك تفهميني انا شخصيا وتفهمي المشاهدين. نتكلم الاول عن مسار العائله المقدسه. طيب، مسار العائلة المقدسة هو المسار اللي مشيت فيه العائلة المقدسة اللي هي السيدة العذراء مريم والسيد المسيح ويوسف النجار، ودخلوا مصر من ناحية الشرق من الفرمة، طالعين من القدس، من هربا من الاضطهاد واحتموا بمصر، وما عندهم انجيل متى بيقول انه جه ملاك الرب وقال ليوسف النجار خذ الصبي وامه واهرب الى مصر. في رمزيه كبيره جدا الى انه مصر دي هي بلد الامان. مظبوط، انه البلد اللي يحتمي فيها. الحقيقه اثبتوا مصر ان شاء الله امنين. ايوه، ودخلت مصر العائله ومشيت في مسار، عدت على عدد من المحافظات وعدد من النقط، في نقط كتير في محافظة القاهرة وفي كفر الشيخ وفي كده أدوس وفي في طل بصة وفي أسيوط، ورجعت تاني، هو دي مطروح، ورجعت تاني العائلة مطار مشيت على طول. رجعت العائلة رجعت تاني. طيب احنا ايه اللي احنا بنقوله هنا؟ بنقول ان احنا رايحين نسجل الرحلة دي انها جت في مصر في اليونسكو. الحقيقه ان اليونسكو ده منظمه للتربيه والثقافه والعلوم، هي منظمه دوليه، اكبر يعني وزاره ثقافه في العالم. مظبوط. انا احب الشرح البسيط ده اللي يخلي الناس كلها تفهم. ايه احنا انا مش سامعه حضرتك. اتفضل. احنا دي هي اكبر هيئه مسؤوله عن الثقافه في العالم. مظبوط. وعن التراث. وفيها عدد من الاتفاقيات، فيها اتفاقية، والاتفاقيات دي مصر موقعة عليها، فيها اتفاقية بتاعت 1972 دي اللي بنسجل فيها المواقع الأثرية، ودي سجلنا فيها 7 مواقع. مزبوط. زي مثلا دير سانت كاترين والكرنك والأهرامات، دي بتاعت الحاجات المادية اللي نقدر نشوفها اللي شايفينها ولمسينها بإيدينا يعني. أيوه، في بقى اتفاقية تانية بتاعت سنة 2003 دي التراث الثقافي غير المادي اللي أيوة. احنا مش شايفينه اللي زمان كنا احنا بنقول عليه التراث الشعبي. ايوه، الاتفاقية دي 2003 ومصر سجلت عليها برضو 7 حاجات، منهم التحطيب، منهم الأرجوز، منهم النسيج اليدوي الصعيد مصر، منهم فنون الخط العربي، منهم السيرة الهلالية. فمصر بتسجل عليها بعض العناصر. اللي تسجل المرة دي على اتفاقية 2003 يبقى لازم يكون والغير مادي ده هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الاحتفالات المرتبطه. أيوة. يعني احنا هنا بنعمل مولد العذراء، احنا صح. هنا بنعمل طقس معين، يبقى دي احتفالات مرتبطه هي دي اللي اتسجلت. فاحنا سجلنا الاحتفالات بتاعه العائله المقدسه مش المسار. اوكي، حضرتك. فاحنا سجلنا في الناس المصريين لديهم معتقدات كتير جدا مرتبطه بمسار الرحله على فكره. أيوة. في ابار بيعتقدوا انه فيها شرب منها السيد المسيح لانه طول الرحله كان بيشرب أكيد. في اماكن هو اكل فيها، في اماكن امتنعت عن تقديم الخبز دي، في شجره استظلت بيها هي شجره مريم. يبقى المصريين عندهم 25 نقطه وقفت فيهم العائلة، و 25 لهم مكانة معنوية لدى المصريين. ده اللي احنا سجلناه في اليونسكو. طيب. نعمل بقى ان كمان نسجل على 72 المسار نفسه. المسار ده اللي انا عايزة اسأل فيه. طب المسار بقى نفسه
المسار ده بقى تبع اتفاقية 72، ودي توكل إلى وزارة الآثار، وزارة أوكي. الثقافة معنية بالجزء غير المادي، المادي هو معنية بيه وزارة السياحة والآثار، وعلى فكرة تسجيله هو احنا سمعنا البابا وهو بيدعو إلى إنه مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر يدخل ضمن رائحة رحلة الحج في المسيحية، فده ممكن بيه ترويج كتير جدا لمصر. طيب هل ممكن نقدر نعمل متحف لرحلة العائلة المقدسة أو للمسار؟ طبعا احنا أوصينا بده، وأنا أوصيت امبارح برضو في لقاء وفي مجلس النواب إن يتعمل متحف. وأنا أفتكر ده سهل جدا وممكن أن تتبناه. يعني أعتقد إن هو بسيط مش صعب يعني. والكنيسة ممكن ترعاه، والفاتيكان ممكن يرعاه، وأماكن كتير جدا ممكن يستمو لدى المسيح. احنا طبعا ده يعني دي حاجة مهمة جدا، بالذات موضوع المتحف ده، لانه المتاحف بالذات يمكن مش بس للكبار، هي كمان الصغيرين الاهتمام بالاحتفالية نفسها، توثيقها، نشرها بالاعلام، ان احنا نروج لها في التعليم، حاجات كتير. انا كنت لسه هسأل حضرتك، هل ممكن ان احنا نعلم ولادنا في المدارس اهمية مسار العائلة المقدسة؟ ده المفروض ان هي تدخل في التعليم، وانها تدخل في الانشطه، وفي يستلهم الفنانين منها موضوعات. والله يعني والله يا فندم، على ان مصر دي بلد ممكن ان تحتضن غرباء. احنا بنحتضن كام لاجئ دلوقتي حضرتك؟ كتير. مصر طول عمرها من تاريخها هي حضن وامان. صحيح صحيح. أنا عايزة أقول لحضرتك إن كل ما هو تاريخي فهو ذو قيمة كبيرة جدا، ويمكن أنا يمكن من المؤيدين جدا لفكرة إنه التاريخ اللي بيتدرس للولاد في المدارس لازم يتغير، ويبقى على هيئة قصص أكتر ما هو حاجات لازم يحفظوها، لأنه لو اتحكى لهم التاريخ على هيئة قصص يسمعوها وهيحبوها، عارفة، بقلبهم أكتر ما يقعدوا يحفظوا الأسماء الآلهة وأسماء الملوك والكلام ده. دي أمنية حياتي وديني، هو قلتها على الهوى. دكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الغير مادي، ألف شكر لوجود حضرتك معنا النهاردة. شكرا. اتفضلي. طيب حاجة بقى تانية خالص، اهو قلت لكم الحلقة النهاردة متنوعة كده. طبعا كلنا لما كنا بنعيا ويجينا البرد والكحة والسخونية، اول حاجة بنطلب الصيدلي، زي امبارح ما كنت بحذركم من الحكاية دي، بس اول حاجة احنا بنعملها يا اما بنطلب الصيدلي يا اما بنطلب الدكتور بتاعنا، نقول له انا عندي سخونية وعندي برد ومش عارفة ايه، طب ده انت غالبا ممكن تكون كوفيد او كورونا، فانت خليك في البيت وما تنزلش وخد الدواء الفلاني والكلام ده كله. بدأ مؤخرا يبقى في تيست في الصيدلية، اختبار اللي هو يكشف لك ان انت تعمل تيست كوفيد، يعني تعمل اختبار اذا كان عندك كوفيد ولا لا، اللي هي الكورونا او لا. ده كان بقاله فترة موجود فعلا في الصيدليات، يعني في ناس كتيرة بدأت لما اول ما يجي لها دور البرد ده تبعت على طول تجيب تيست، هو عامل زي تيست الحمل كده، بيتعمل في البيت وتعرف على طول اذا كنت انت عندك كورونا ولا لا. اللي انا بعتقد فيه انه لما النهاردة الـ FDA تقول، أو هيئة الأغذية والدواء الأمريكية تقول إن هي بتوافق عليه، يبقى معنى كده إن هي شافت إن التست ده دقيق، لأنه معنى إن هو كان موجود قبل كده وما كانش متوافق عليه أو مش معترف بيه، ده معناه إن هما ما كانوش متأكدين من دقته. لكن هما دلوقتي الـ FDA بتقول إن أنت أنا معترفة أو موافقة على إن تجيب التست ده من الصيدلية، وبيتحط اللي هو الكوتون بادز دي، مش عارفة اسمها إيه، اللي هي بتاعة الأنف دي، وتعمل التحليل وأنت قاعد في البيت، يقول لك بقى أنت كوفيد ولا مش كوفيد، عشان لو كوفيد تقعد في البيت وما تنزلش وتقعد يا زمايلك في الشغل، عشان إحنا مش ناقصين. الاختبار ده صغير جدا وسهل جدا ان انت تعمله في البيت. طيب انتوا بتقولوا معانا مين يا جماعه؟ دكتور ابراهيم رضا، استشاري الصدر والحساسيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا جماعه، احنا عندنا مشكله في التليفون ولا ايه؟ انا مع حضرتك، سامعني؟ معاك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور ابراهيم. اهلا بيك يا فندم. طيب دلوقتي احنا دلوقتي بقى عندنا الاختبار ده، انا يعني ممكن حضرتك تصلح لي المعلومه، هو موجود اوريدي في الصيدليات، اختبار او تيست الكورونا ده اوريدي كان موجود في الصيدليات مش كده؟ ايوه. بس النهارده FDA اعترفت بان هو دقيق، او ان هي اعترفت بيه، مظبوط؟ مظبوط. يعني ده يعني احنا نقدر دلوقتي نجيب التيست ده ونبقى متاكدين من دقته. نقدر. تمام. طيب يعني ممكن مثلا نقول انه دقته كام في المية مثلا لما انا اعمل التيست ده
ابقى مطمن بدرجه قد ايه؟ لقيته بنسبه 100%، مفيش مشكله في خلاص كده، مفيش مشكله في الاختبار. طيب يعني انا دلوقتي مثلا لو جبت وطلع لي ان انا كوفيد يبقى انا كوفيد فعلا؟ ايوه. طيب هل ده هينفع مع كل المتحورات اللي طالعه جديد ولا هو للكوفيد بس؟ بينفع مع كل المتحورات الجديده. واحنا احنا في كل الاحوال وفي الثلاث سنين اللي فاتوا موضوع الكوفيد احنا بنفترضه عند اي حد عنده اعراض انفلونزا، اي حد سخن، اي حد زوره وجعه، اي حد بيشتكي من اعراض برد. الاحتمال الاول بالنسبه لنا واللازم يحطه اي مريض واي شخص كبير او صغير ان في فيروس كورونا حتى في الفتره الحاليه. حتى في الفتره الحاليه في حالات كتير موجوده، وما واللي عايزين نعرفه انه يعني موضوع الاختبار ده او موضوع او عدم وجوده او ان انا الجا لي او ما الجاش، هو ده مش الموضوع، هو ده الموضوع المهم. الموضوع المهم ان انا بفترض فعلا ان انا عندي كورونا او متحوراتها. أيوة. او حتى الفيروس السنسيتيا، الفيروس المخلوي. أيوة. اللي ظهر من شهرين ثلاثه. أيوة وهو موجود قديم بس ظهر بكثافه في الفتره اللي فاتت ديت. هو كل فتره كده يا دكتور بيطلع حاجه جامده كده، يعني تلاقي فيروس جديد راح واخد الشوطه كده الشعب كله، واخد الترند وشغال. المهم هو الاعراض كلها يعني عايزين نبسط الكلام بالنسبه للناس. الاعراض كلها متشابهه. الاعراض كلها واحده تقريبا، ما فيش فرق بينها كتير. أيوة. العلاج في الاول مع المضادات الحيويه اللي هي مش المفروض تكون موجوده في حالات الفيرال، ولكن بتتاخد في احيان كتير. يعني انا لو عندي كوفيد اخد الانتيبيوتيك، لكن لو عندي انفلونزا مش المفروض اخد الانتيبيوتيك؟ بناخد انتي فايرال، مضاد للفيروس، مضاد للفيروسات. الانتيبيوتيك بيتاخد لو في مثلا المضاعفات بقى بتاعتها، ودي النقطه الاهم في الموضوع. الفيروس كوفيد او سنسيتيا الفيروس، الفيروس المخلاوي او غيره، بيبقى له فتره حضانه وبيمشي. اهم حاجه ان انا احتفظ بجهاز المناعه بتاعي قوي، ان انا الاكل بتاعي ما يخلاش من الحاجات الطبيعيه، الخضروات والفاكهه الطبيعيه بالاكثر. زي البرتقال والليمون والجوافه. البرتقال والليمون والتفاح والجزر، وطبق السلطه اللي ببص فيها الاقي فيه 8 الوان، الفلفل. أيوة. بانواعه، والجزر والكابوتش والخس والخيار وكل الحاجات دي. طب في حاجات نبعد عنها مثلا يا دكتور ما ناكلهاش تزود الانفلونزا؟ انا كان دايما لما نعي يقول لك اوعى تاكل بيض، اوعى تاكل سمك واللبن. أيوة. الكلام ده وقت التعب نفسه. يعني فعلا حقيقي. طبعا. يا ده انا اتريقت على ماما كتير قوي، لان احنا في على جنب كده مع الانفلونزا ومع الالتهابات الرئويه ومع اي فيروس، كلمه حساسيه بنحطها في الاعتبار. ايوه. لان هي دي في الاخر المؤشر ان انا كويس ولا مش كويس. ان انا اكون عندي برد واكل بيض هيزيد، تاكل سمك هيزيد. أوكي. اشم دخان او تراب او برفانات هزيد، اعمل مجهود هزيد. حالتي النفسيه مش كويسه هيزيد. ودايما نقول كلمه هيزيد ونؤكد على ان الحاجات دي كتير مش بتعمل حساسيه، لكنها بتزود الاعراض اللي موجوده. ولو باخد علاج وبتعامل مع الحاجات دي، بدل ما اطلع لقدام برجع لورا. يعني بيحصل، بيتفاعلوا مع بعض، يعني بيدخلوا في بعض يعملوا مثلا حساسيه او حاجه زي كده. هي مهيجات للحساسيه. مهيجات. ايوه انا يعني كنت بحاول افتكر الكلمه دي. بيزودوا البعض. طب يعني احنا نقدر نقول ان التست ده دلوقتي موجود في الصيدليات عادي جدا، وان الناس تقدر تستخدمه وهي تبقى ضامنه النتيجه. برضه انا عايز الفت الانتباه ان انا برضه يعني مش يعني حتى حضرتك ايام ما كنا بنعمل مسح. انا ايام الكورونا انا ما بيهمنيش المريض ده مسحته ايجابي ولا سلبي. انت بتتعامل معاه على انه كوفيد. انا عندي برد، انا بنسبه كبيره انا عندي احتمال يكون عندي كورونا. انا بعزل نفسي فتره 4 5 ايام اسبوع لغايه ما ابقى كويس. يعني هي زمان كنا بنقعد 14 يوم يا دكتور، دلوقتي اللي يجي له ما بقاش 14 يوم. 14 يوم كان في الموجه الاولى وفي الموجه الثانيه من 2000 دلوقتي بقى 4 5 ايام وخلاص. 4 5 ايام اسبوع بالكثير الامور بتخلص. في خلالها انا كلمه الراحة مهمة طبعا، لها فايدتين اتنين. ان انا ما بستهلكش جهاز المناعة بتاعي. أيوة. ان انا بحمي جهاز. طيب عشان قبل بس ما نمشي من الحتة دي، انا دلوقتي اللي ما بيقولوا لنا مثلا الدكتور ما يقول لنا ما تخرجوش 4 أو 5 أيام، انا عايز اسأل حضرتك بشكل دقيق، هي العدوى بتحصل لحد كام يوم؟
يعني انا لو دلوقتي انا كوفيد، انا انفلونزا، عندي اي حاجه، العدوى اللي هي تقريبا فتره الحضانه او الحاجات دي كلها بتقعد كام يوم وبعد كده اقدر؟ من 5 لـ7 ايام من بدء الاعراض اللي هي السخونيه والكحه والحاجات دي. بدء الاصابه بدء الاعراض انظر وجعني، انا حرارتي 38 39 من اول 38، انا جسمي مكسر، انا طعم الاكل متغير، انا مش مركز، انا بدوخ، انا اي مجهود بيتعبني، انا مش قادر اعمل حاجه. كل الاعراض دي كلها انا بفترض ان هي كوفيد بغض النظر عن الاختبار موجود. ما الانفلونزا معديه دكتور والكورونا معديه، مش هتفرق يعني الانفلونزا. فمثلا لما يبقى حد عنده اعراض زي كده ما يروحش الشغل، ما ينزلش النادي، الولاد ما يروحوش المدرسه لانهم بيعدوا الفصل كله، والمدارس ما تبقاش متعنته مع مع حاجه زي كده، هات لي شهاده، هات لي مش عارف ايه. ده لازم، ده لازم يا دكتور الشهاده دي. يعني مجرد انه يتقال ان في انفلونزا شديده، حراره، الكلام ده كله، خلاص يبقى بيقعد في البيت. ايوه، لانه والله يا دكتور عارف العيال بيروحوا المدرسه يتعدوا ويجوا يعدونا احنا. بيعدوا نفسهم وبيجوا يعدونا، وعلى فكره في معلومه ان وبحس ان اللي بيجي منهم بيبقى اصعب لو احنا خدناه من حد قدنا. يعني ربنا يكرمك، احنا دايما بنقول اما حد كبير ولا حاجه يقول عندي اولاد اقول له دايما ابنك في الكورونا وفي الانفلونزا والحاجات ديت، خاف انت منه ما تخافش عليه قوي. الطفل بيجي له الانفلونزا حتى ايام ما كان فيه كورونا، والكورونا في من الحال الاول من 2020 من اول ما جت في الموجه الاولى والثانيه ما فيش حالات اطفال ظهرت عندها كورونا اساسا. ابتدت تظهر في الموجه الثالثه وما بعدها، اللي هو كان خفيف بس كده، بدور برد طبيعي جدا، التهاب اللوز، التهاب في الحلق، عند الطفل 3 4 ايام وبيبقى كويس. كلنا والله يا دكتور اخذنا الخوف على جده، الخوف على على تيتا، على ماما لو كبيره في السن شويه. لا ولو مش كبيره يا دكتور، انا خدته كنت بموت والله، يعني بنتي خدته في المدرسه، انا خدته حاجه كانت صعبه جدا، فهي مش محتاجه تكون كبيره في السن، انا باكد بس على المعلومه. دكتور رضا ابراهيم، الف شكر لحضرتك. هم قالوا لي في الكنترول ان احنا هنطلع فاصل، احنا هنطلع فاصل ونرجع نشوف اللي حصل. والله يا جماعة أنا سمع أخبار بقالي كام يوم كده إنه محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب بيفكر إنه يسيب ليفربول. محمد صلاح بقاله فترة كبيرة مع ليفربول، والحقيقة كان محقق نتائج هايلة جدا ومشرفنا كلنا. محمد صلاح في الصيف اللي فات جدد عقده مع ليفربول لحد سنة 2025، يعني لسه فاضل سنتين. دلوقتي في كلام بيتقال إن محمد صلاح بيفكر إن هو يسيب ليفربول. ليه يا صلاح؟ علشان النادي ما بقاش بيحقق نتائج كويسة، بعد عن إن هو يبقى بيكسب كتير، وده أنا بشوفه الحقيقة لما بلاقي ناس كتير بتتفرج وليفربول يخسر بيتقهروا طبعا. فبيتردد كلام كده إن هو بيفكر يسيب ليفربول، وخصوصا بقى إنه في كذا نادي بيعرضوا عليه في أوروبا إن هو يمشي. أنا مش شاطرة في الرياضة قوي فهقراهم. عند في برشلونة، مين في برشلونة الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنساوي بيفكروا إن هم يتعاقدوا مع محمد صلاح. هو محمد صلاح بصراحة يروح في أي حتة يعمل شغل حلو جدا وبيشرفنا في أي حتة. بما إن أنا ما بفهمش في الكورة قوي يعني، ومعانا أخبار رياضة، فإحنا معانا كابتن ياسر الشنواني يشرح لكم احسن مني بكتير. اهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد ان اكون معاك. اهلا وسهلا بمشاهدينك. ربنا يخليك. انا 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 مش شاطره في الكوره، بس بحب محمد صلاح جدا. دلوقتي في كلام انه بسبب النتائج اللي بيحققها السلبيه اللي بيحققها ليفربول، محمد صلاح بيفكر يمشي. هل الكلام ده صح ولا مش صح؟ اولا طبعا موضوع حب محمد صلاح ده كلنا مجتمعين على ان احنا بنحب محمد صلاح، سواء اي حد ليه في الكوره او حد مش في الكوره. وطبعا اللي خلى كل الحب لمحمد صلاح ده ان هو دايما راجل الحمد لله بنفخر بيه جدا، فخر مصر وفخر العرب زي ما حضرتك تفضلتي وقلت في المقدمه، محقق ارقام كبيره جدا، حطم ارقام كبيره بتاعت اساطير سواء في البريمير ليج او في ليفربول او اساطير في العالم، يعني في الكره العالميه. كلنا فخورين بيه طبعا، لكن موضوع كلام ان هو هيمشي من ليفربول الحاجات دي كلها طبعا ده كلام ملوش اي اساس من الصحه، هو كلام اتردد كتير. هو محمد صلاح طبعا لان النجم بحجم محمد صلاح اكيد بتجي له عروض دايما. أيوة. لكن احنا محمد صلاح دلوقتي هو لسه مجدد عقده في الصيف اللي فات 25. يعني هل هو ممكن يفسخ العقد مثلا، ولا في شروط جزائيه صعبه؟ يعني برضو خلينا نبقى فاهمين الحته دي.
هو موضوع الكوره، وان في بنتكلم على دوريات كبرى، يعني احنا بنتكلم في 5 دوريات كبرى في العالم، سواء الدوري الالماني، الفرنسي، الايطالي، الاسباني، وعلى راسهم البريمير ليج اللي هو الدوري الانجليزي. طبعا. فمفيش حاجه اسمها فسخ عقد، هو طبعا مرتبط بعقد مع النادي اللي في 25، فلو حد عايز يدي عرض فليفربول بيقول انه والله انا عندي استعداد ان ابيع محمد صلاح بعد كده، وكان ليفربول طب هو النادي قال ان هو فعلا عنده استعداد ان هو يبيعه؟ يعني ده برضو كلام بنسمعه، سمعنا ان النادي قال ان هو ممكن يبيع محمد صلاح، فهل فعلا ممكن ليفربول بعد كل اللي محمد صلاح عمله ده يقول انا عايز ابيعه؟ لا لا، هو ما قالش ان انا عايز ابيعه، النادي مش عايز يبيعه، لان محمد صلاح خلاص فاضل له شويه، يعني اتعمل له تمثال في ليفربول، يعني على سبيل المثال يعني من ضمن الارقام اللي حطمها يعني جيرارد، ويعني ماتش كريستال بالاس الاخير اللي تعادل ليفربول 0-0، لو كان محمد صلاح جاب هدف واحد بس كان هيتعدى مايكل اوين اسطوره ليفربول اللي اكثر واحد محقق اهداف في خارج الارض، يعني الاوين. لكن خلينا ان ما فيش حاجه اسمها ان حد يفسخ عقد، ان ممكن انا مرتبط بعقد مع النادي، فبيجي نادي حضرتك فضلت تقول سواء برشلونه سواء باريس سان جيرمان سواء اي انديه من الانديه الكبرى اللي في العالم عايزين محمد صلاح، فبيقولوا ان احنا عايزينه، فليفربول بيقول والله ده انا اقدر ابيعه بمبلغ قد كده، فليفربول كان اتكلم ان لا يقل عن 80 مليون جنيه استرليني. فاحنا لكن هنتكلم ان النقطه الاساسيه وهو يعني الهدف من الكلام، ان هل محمد صلاح هيمشي بليفربول ولا لا؟ لا، ده كله كلام بس خلاص، حتى اكد الكلام ده رامي عباس اللي هو الايجنت بتاع صلاح، مدير اعماله، مدير اعمال محمد صلاح. هو ان الكلام ده مجرد كلام، لكن محمد صلاح مش شرط ان محمد صلاح مع كل النتائج اللي حققها مع ليفربول، مع كل الارقام دي، يجي لليفربول طبعا زي ما بيقولوا كل جواد كبر، فليفربول دلوقتي مش بيحقق النتائج المرجوه عايزينها كلها الجماهير بتاعتها، ليفربول دلوقتي في المركز التاسع في الدوري، فطبعا كله من دلوقتي الكلام بقى كله بيتقال على ايه؟ ان محمد صلاح يستني البريمير ليج، لان خلاص يعني بنسبه 80 90% ليفربول بره الشامبيونز ليج، لان بعد الهزيمه من ريال مدريد 5-2 في المباراه الاولى، في المباراه الثانيه صعب التعويض، فهيبقى مركز في البريمير ليج. فلو ليفربول ما قالش ان هو يبقى من الاربعه الاوائل في البريمير ليج، فصعب ان هو يلعب في الشامبيونز ليج السنه الجايه. فهي الكلام كله بتقول ان محمد صلاح مستني، هل هنشوف ليفربول هيبقى من الاربعه الاوائل في البريمير ليج ولا لا؟ لو ما كانش يبقى هيمشي، لكن هو ده كله كلام ملوش اي اساس من الصحه، مجرد تكهنات، لكن محمد صلاح تكهنات. طب تعالى نفترض مع بعض ان هو محمد صلاح فكر يمشي، تعالى نختار له نادي. يعني انديه كتيره جدا طبعا، لكن هي خلينا لا يعني خلينا ناخد من الاشاعات، يعني برشلونه ولا باريس سان جيرمان هو خلينا نتكلم من دلوقتي ان موضوع الانتقالات خصوصا في الدوريات الكبرى بيبقى اللي بيتحكم في الناحيه الماديه. يعني مثلا على سبيل المثال تشيلسي في البريمير ليج صارف 300 مليون جنيه استرليني، يعني كل مجموع الانديه في الدوريات الكبرى كلها تشيلسي لوحده صارف اكتر من مجموع الانديه دي كلها مع بعض اللي صرفته فتره الانتقالات الاخيره. فهو اللي هيتحكم في الموضوع ده هو موضوع هل نادي معاه الفلوس اللي تقدر يشتري بيه محمد صلاح ولا الناحيه الماديه. ابننا غالي طبعا طبعا طبعا، ومخالي من ناحيتين، سواء من الناحيه الماديه او من الناحيه الفنيه. فهيتحكم في الموضوع ده ان يكون نادي على فعلا عنده الناحيه الماديه كبيره جدا، ويكون فعلا نادي كبير يقدر ينافس. فمن احنا بنتكلم في الناحيه الماديه اكيد باريس سان جيرمان من الناحيه الماديه، لكن من الناحيه الفنيه فوضع اكيد برشلونه، لكن ممكن يدخل في انديه ثانيه برضه. وما تنساش برضه ان في انديه في البريمير ليج تتمنى ان محمد صلاح ينضم ليها. يعني نقدر نقول انه لو ليفربول ما دخلش دوري الابطال السنه الجايه محمد صلاح كده ممكن يمشي فعلا من ليفربول؟ ده الناس كلها بتقول ان السبب ممكن يكون ده السبب، لكن انا ما اعتقدش. سواء ليفربول حتى لو ليفربول ما دخلش دوري الابطال الشامبيونز ليج السنه الجايه، انا شايف ان محمد صلاح راجل محترف، عقليه احترافيه فذه جدا، فاكيد الراجل محترم، يحترم عقده مع ليفربول، الا لو حصل اي حاجه ثانيه، يكون في تدخل من انديه عايزه تشتريه وليفربول يوافق او حاجه زي دي. لكن محمد صلاح لغايه دلوقتي مرتبط بعقد مع ليفربول لغايه 2025. واكيد طبعا هو محترمه. كابتن ياسر الشنواني، الف شكر لحضرتك على توضيحك لكل الامور. يعني يا جماعه، عشان انا بقيت الاحظ الفتره الاخيره ان المصريين كلهم بيشجعوا ليفربول. في ناس بتشجع انديه ثانيه كبيره، لكن كتير من المصريين بقوا بيشجعوا ليفربول زي الاهلي والزمالك كده. يعني النهارده الاهلي بيلعب، النهارده الزمالك بيلعب، لا ده في كمان ليفربول بيلعب. فان شاء الله ما يسيبش النادي، مع ان انا ما اعرفش ده حلو ولا وحش، بس يعني ايه، ما دام بنشجع ليفربول دلوقتي يبقى ان شاء الله ما يسيبش النادي. طيب في خبر كمان معانا رياضي برضو، شو النهارده في اخبار رياضيه، عارفين انا ما بفهمش في الكوره، فقال لك ايه ادوها كام خبر كده.
اتحاد الكوره الحقيقه تعاقد مع الخبير التحكيمي البرتغالي بيريرا، يا رب اكون بقول اسمه صح، ان هو يتولى رئاسه لجنه الحكام الرئيسيه باتحاد الكوره ويشرف على المنظومه التحكيميه في الفتره اللي جايه. انا عشان ما اتكلمش واقعد الخبط في الكلام، كابتن جمال الغندور بنفسه معانا على التليفون، رئيس لجنه الحكام الاسبق، هو يشرح لنا الموضوع. اهلا وسهلا يا كابتن. لخط قطع يا خساره. طب انا انتوا بقى جايين لي بقى في خبر، يعني انتوا هتجيبوه بقى انا في خبر الرياضه هقول ايه بقى اذا كنت انا مش فاهمه اي حاجه؟ مش هعرف اتكلم. انا يا جماعه معترفه على الهوا ان انا مش شاطره في الرياضه، فانا مش هعرف ارغي في الموضوع ده، بس هم قالوا لي في الكنترول ان هم هيجيبوا كابتن جمال الغندور. طب تحبوا انا على الخبر اللي بعده ولا استنى؟ طيب خلاص، كابتن جمال غندور الحمد لله معانا عشان ما تفضحش على الهوا. كابتن جمال ازاي حضرتك، منورنا. اهلا بيك يا استاذه ريهام، تحياتي ليكي وتحياتي لكل مشاهدينك. اهلا، اشكرك اشكرك. كنت بتكلم على انه اتحاد الكوره تعاقد مع خبير تحكيمي برتغالي اسمه بيريرا، انا بقول اسمه صح؟ هو فيتور ميلو بيريرا البرتغالي، هو ده اللي هيكون خبير التحكيم في مصر ان شاء الله. طيب قبل ما نتكلم عنه، بما ان حضرتك كنت المسؤول السابق، تقييمك لفتره كلاتنبرج اللي هو كان قبله، ايه راي حضرتك فيها؟ هو انا بس صحيح انا ما كنتش مسؤول سابق، انا ده كاتبين لي كده، ولا تفتكر ايه بيغلطوني؟ والله على كل حال ما فيش مشكله، لكن هو يعني احنا خدنا تجربه قريب يعني اعتقد من شهور والتجربه لم تنجح وما زلنا مصرين على ان احنا نكررها. ده حضرتك اصلا معترض. لا لا عادي براحتك. بالتاكيد طبعا انا بتكلم بالمنطق. احنا يعني لازم يكون لينا اسباب. ايه هي الاسباب؟ يعني لو اسباب منطقيه اهلا وسهلا. ايه الاسباب؟ ان احنا بنستعين بخبرات اجنبيه في اداره التحكيم. لازم نعمل دراسه جدوى نشوف احنا هنستفيد ايه، او هنشوف ان احنا ايه الغرض من التجربه. يعني انا عايز اسال المسؤول عن الاختيار. يعني النهارده اللي انا شايفاه انه المجلس اجتمع برئاسه جمال علام واخدوا القرار ده. ده هو قرار كانوا بيفكروا فيه من بدري. ايوه، ولكن انا اللي عايز يعني اللي حضرتك مكسوف تقوله ان انت عندك تحفظ. يعني ايه هو الغرض؟ يعني ليه؟ ايوه السبب اللي ما حدش قال سبب. هل من اجل تطوير التحكيم؟ ايوه، ولا من اجل ارضاء الانديه، او من اجل ان احنا نكبر دماغنا عشان ما يبقاش في دوشه؟ عقدة خواجة يعني نقدر نسميها. أو السبب اللي غير معلن بقى انه في عدم ثقة في المصريين لإدارة هذا الملف. ده انا كنت لسه هسأل حضرتك، يعني واحنا ما عندناش كوادر تحكيمية تقدر تمسك المنصب ده؟ عشان كده انا بقول لحضرتك لما نكون عندنا اتجاه لازم ندرسه كويس، ولازم يكون احنا عارفين احنا عايزينه ليه. وجهة نظري السبب تطوير التحكيم مش موجود، لانه لما نعوز نختار حد عشان يطور التحكيم، مين اللي يختاره؟ اللي يختاره لازم يكون مسؤول، يعني ايه مسؤول تحكيم؟ ايوه، هو اللي يختاره عشان يبقى عارف يختاره منين. أيوة، وليه ويعمل ايه. اذا هو السبب الحقيقه، خلينا نتكلم بوضوح وبصراحه، السبب هو انه وده اتقال من اعضاء مجلس الاداره او بعض اعضاء مجلس الاداره ان الانديه عايزه كده. خلاص انت استسلمت وقلت الانديه عايزه كده، والانديه عايزه يعني خبير تحكيم ما يكونش مصري. الانديه يعني قالوا الانديه عايزه كده واحنا بنريح دماغنا. خلاص يعني عشان ابقى فاهمه حضرتك، انه الانديه بتقترح انه الخبير التحكيمي ما يكونش مصري. ما هو ده اللي اتقال، ان الانديه عايزه خبير اجنبي. طيب لو طب ايه السبب؟ يعني هل في اسباب معينه؟ الانديه لا تثق في المصري. اوكي، بس هو ده السبب، ما عنديش سبب تاني غير كده. والا بقى يبقى احنا بنقول كلام وبنضحك على بعض. طب هو مش الفار كان نهى القصه دي؟
والله الفار واحد من التعديلات اللي حصلت على القانون وفي كل مكان في العالم، واعتقد انه من متابعتنا الفار عنده مشاكل مش بس في مصر، في اماكن كثيره جدا حتى في الدوري الانجليزي. انا بتابع الدوري الانجليزي، حتى الدوري الانجليزي في مشاكل في الفار ما زالت موجوده. وما زال في الاستوديوهات التحليليه بتطلع حاجات غير منطقيه والفار ما بيتدخلش. اوكي، يعني حتى الفار عنده اخطاء. حتى الفار عنده اخطاء طبعا. ما زال موجود الاخطاء في الفار. انا بقول لحضرتك في اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي في مشاكل في في في, في قرارات الفار وفي اختلاف. طب ما تقول لنا كده يا كابتن، مثلا ايه اخطر خطا وقع فيه الفار مثلا في كاس العالم؟ ده كتير كتير يعني كاس العالم. كتير. ده احنا بنقول الفار ده يعني خلاص النهايه بقى. اوروغواي خرجت من الدور الاول بسبب خطا في الفار. اوكي، الفار لم الحكم رفض يروح للفار ولم يعطي اوروغواي ركله جزاء. ركله جزاء دي كانت هتوصلها للدور الثاني. المغرب لم تصل الى النهائي في دور نصف النهائي بسبب الغاء بسبب عدم احتساب ركلتين جزاء في الشوط الاول. حضرتك بتقول لنا معلومات غايه في الاهميه. لكن حضرتك كاس العالم مع استخدام احدث التقنيات اللي هي يعني مش موجوده لا عندنا ولا عند غيرنا، كانت موجوده بس في كاس العالم. فانا مش عايز اقول ان ده شيء طبيعي عشان ما حدش بس يعني يعني ارجو ان الناس تستوعب الفكر ان احنا انا ليه معترض. ايوه انا ليه معترض زي ما قلت لحضرتك، لانه ما فيش سبب منطقي يخليني اجيب خبير اجنبي. مش مجرد ان الانديه عايزه كده. انت اتحاد الكوره، انت اللي تدير اللعبه، انت اللي تاخد القرارات بدون مطالبه من الانديه وبدون ضغط انديه. ايوه بس. طبعا حضرتك وضحت لنا امور كتير جدا، ونتمنى كمان ان الكوادر المصريه تاخد فرصتها في الحاجات دي. ما يبقاش عندنا عقده الخواجه يا كابتن، يعني احنا دايما عندنا حته عقده الخواجه ان دايما الاجنبي هيبقى اشطر من المصري، مع ان احنا عندنا كوادر مصريه هايله الحقيقه. كابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام الاسبق، انا بقول كده صح؟ رئيس لجنه الحكام الاسبق صح ولا غلط؟ ممكن تكون الاسبق من يعني ايه ثلاث احقاب ورا بعض. يعني ايه نقول ايه طيب البوزيشن؟ يعني اخر مره كنت موجود مثلا من 4 سنين. من 4 سنين موجود فتره مؤقته وجي بعديها اكتر من مسؤول. خلاص احنا يبقى احنا صح، رئيس لجنه الحكام الاسبق. تمام، نورتنا وشرفتنا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. انا مش هعلق بقى يا جماعه على موضوع الكوره ده، عشان بيني وبينكم الفار والحاجات دي كانوا بيمليوها لي في الكنترول وهم كلهم رجاله، فانا مش هعلق. اوكي، طيب الخبر اللي معانا زي ما قلت لكم في المقدمه كده، احنا عبد الحليم حافظ ليه قصه. عبد الحليم حافظ ده يعني يسالوني انا تجاب اسمه في اي جمله مفيده يطلع ترند على طول. وعبد الحليم حافظ اتعمل عنه فيلم واتعمل عنه مسلسل. الفيلم طبعا كان بتاع الراحل احمد زكي ربنا يرحمه. فجاه كده لقينا اليومين دول في كلام من اسره عبد الحليم حافظ ان هم مش موافقين ان يتعمل اي فيلم او مسلسل عن قصه حياه عبد الحليم حافظ الا لما يرجعوا لهم الاول، وان هم كمان يحطوا شروط لاختيار الممثل اللي هيعمل الدور، وان هم يراجعوا السكريبت، وان السكريبت ما يكونش فيه اي اشاعات. طيب معلش سيبوني اتكلم في الموضوع ده شويه. عبد الحليم حافظ حياته مليانه اسرار كتير جدا، وانا قريت كويس جدا في حياه عبد الحليم حافظ. يمكن منها جوازه من سعاد حسني، علاقاته مثلا انه كان متجوز او مش متجوز او الكلام ده كله. فاسره عبد الحليم بتقول انه المهم ان السكريبت ما يكونش فيه اشاعات. طيب ما هو ايه هي الاشاعات بقى من وجهه نظرهم؟ يعني هل جوازه من سعاد حسني هم يعني بينفوه تماما، بالرغم ان اخت سعاد حسني قالت ان هم اتجوزوا فعلا، والراحل مفيد فوزي برضو قال ان هم اتجوزوا، يمكن انا قريت كتير في الحته دي. لكن الغريب ان اسره عبد الحليم حافظ تقول احنا نقرا السيناريو ونختار اللي بيمثل. طب هو معلش انا اسفه، هو عبد الحليم حافظ ده خلوني اقول لكم حاجه، ان الشخص لما بيبقى مهم ومشهور قوي زي ام كلثوم، زي عبد الحليم، زي ليلى مراد، زي كل الفطاحل دول، ما بيبقاش ملك اسرته خلاص، بيبقى ملك لجمهوره، بيبقى ملك للناس اللي بتحبه. فهل طبيعي او صحيح ان اسره عبد الحليم حافظ، وده مش اول مره يتقال الكلام ده،
تقول انها عايزه تقرا السيناريو وتختار الممثلين والكلام ده، الحقيقه انا مش هعلق. طب احنا معانا التليفون الاستاذ محمد شبانه، ده ابن اخو ابن اخو عبد الحليم. انا قاري الكلام ده كله. طب استاذ محمد شبانه حضرتك معانا، اهلا بيك استاذ. اهلا بيك. انا بقول من رايي كواحده باحثه في التاريخ قبل ما اكون مذيعه، عبد الحليم حافظ مش شخصيه عاديه ابدا، وهو عنده ملايين من المتابعين. خليني اكمل كلامي لحضرتك، هكمل سؤالي. عبد الحليم حافظ من قراياتي كانت جنازته من اكبر الجنازات في التاريخ، اذا ده راجل مش بس الناس بتتابعه في مصر، لا في كل العالم، مش حتى في الدول العربيه بس. اذا عبد الحليم حافظ هو ليس ملكا او حكرا على اسره عبد الحليم حافظ، ولكن هو ملك الجمهور ولمحبيه. انا صح ولا لا؟ حضرتك خلصت كده؟ اه اتفضل. طب اصل حضرتك قربت الموضوع ده تاني في المقدمه، حضرتك قلت نفس الكلام. انا اقول لحضرتك حاجه، عبد الحليم كفنان ملك الناس كلها، عبد الحليم كانسان ملك اسرته فقط. مظبوط. اللي هيتعمل ده سيره ذاتيه، سيره ذاتيه فيها شخصيته. فيها شخصيته، يبقى لازم يطلع عنه الحقائق. انت دلوقتي احنا ليه مش عايزين نفتح مخنا؟ ليه مش عايزين نبقى زي ناس بتوع إلفيس بريسلي، زي فرانك سيناترا؟ مفيش حد بيعمل الكلام ده بدون ما يرجع لاسره الفنانه، ما في فيلم هيتعمل عنهم، مفيش. ده مش شخصيه عامه، ده شخصيه مشهوره، الشخصيه العامه اللي هي منوطه بخدمه عامه، موظف في الحكومه. انما الشخصيه المشهوره دي ليها ضوابط. يعني طب هل انتوا عندكم دلوقتي على فكره، على فكره هقول لك بس حاجه معلومه. اتفضل. ان احنا في المسلسل وفي الفيلم هم اللي كانوا بيجوا يقولوا لنا احنا هتمضي على السكريبت وهتمضي اوكي ومضينا على العقود دي، ولكن ما نفذوش حاجه. ايوه. فده مش غريب، ولا الناس ما بتوافقش، الناس بتوافق، لان في الاول وفي الاخر عايزين عمل كويس على عبد الحليم. ودينا شفنا اهو اخره ان احنا ما مضيناش على السكريبت ولا شفنا حاجه، طلع مسلسل هزيل. طب احنا عايزين نعمل حاجه مظبوطه تشرف مصر وتشرف العالم العربي عبد الحليم ونقول الحقائق، ولا عايزين حاجه هزليه زي اللي فاتت؟ لا طبعا، انا عن نفسي انا عايزه الحقائق كلها، بس هل انتوا هتطلعوا كل الحقائق فعلا، ولا انا أيوة طبعا. ولا في حاجات انتوا عايزين يعني تنكروها او تخفلوها؟ لا احنا عايزين نوري للناس عبد الحليم الانسان. استاذ محمد بس لازم تبقى عارف انا مش ضدك، انا باحثه في التاريخ قبل اي حاجه. انا فاهم، انا فاهم، انا فاهم. انا عايزه اوصل، انا عايزه اوصل لحته انه انا نفسي بجد الحقيقه تطلع. عبد الحليم ده بتاعنا كلنا. حضرتك هتطلع ازاي؟ انت حضرتك دلوقتي تقول اخته، اختها قالت انها متجوزين، ده ضربه عقد عرفي وفندناه كله 100 مره فندناه، ومش عايزه افنده المره الالف. ان مفيش كلام ده، والا كانت خدت ميراثها يا فندم. طيب ما فاهم ازاي؟ لو هي ست متجوزه خدت ميراثها، انا مش عايز اخد اجراءات، لان برضه عشت. يعني هل انت قصدك على اخت سعاد حسني؟ مش يعني جان جا هي اللي ضربت العقد؟ الموضوع ده اتقفل يا فندم، لان استاذ مفيد نفسه الله يرحمه طلع مع استاذه رغده شلهوب. ايوه. وقال عبد الحليم ما اتجوزش، وهاتيها على اليوتيوب، قال عبد الحليم اتجوزت رغده شلهوب في 100 سؤال. بس هو قال قبل كده كتير ان هو حضر. لا ده اخر حاجه خالص مع استاذه رغده، قال انه ما اتجوزتش، فالكلام ده كله هو فرقعه بس كانوا عاملينها وخلاص خلصت، احنا خلصناها وفندناها خلاص. يعني عبد الحليم لم يتزوج في حياته ابدا؟ ما اتجوزش سعاد حسني خالص. لا انا بتكلم في حياته بشكل عام، هل تزوج؟ لم يتزوج. لم يتزوج. بس طب هل انتوا يعني فعلا عندكم حد مثلا بتفكروا فيه ان هو يلعب دور عبد الحليم حافظ؟ والله ممكن، يعني ممكن ناس تعرض علينا، ممكن احنا نرشح حد. احنا في مسرحيات عملت في الرياض، في موسم الرياض، جميله جدا، صاحب ذات من تكون كان البطل بتاعها اسمه محمود الغندور. ده ولد كويس جدا وشاب واعد، وبمثل دور عبد الحليم كويس جدا، وعيط الناس وضحكهم وفرحهم وحاجات كتيره جدا. فممكن يبقى من ضمن المرشحين، والناس في الاخر يعني هي عمليه ايه؟ الحلو محدش يعترض عليه يا فندم. طيب يعني انا حتى خليني اكون بايخه شويه. مفيش. نعم. خليني اكون بايخه شويه. مفيش انسان ملاك، مفيش انسان ملاك، وعبد الحليم في النهايه هو انسان. هل ممكن في المسلسل ده نلاقي مشاكل عبد الحليم مثلا، او الصراعات اللي كانت بينه وبين اي حد مثلا، مشاكله مثلا وماله ده جزء، ده جزء عبد الحليم ذكائه وجزء من شخصيته. ما هو الواحد الطيب مش 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 طيب مش مش عيب ان يبقى ذكي. لا انا بتكلم عن انه كان في مشاكل، انه مثلا بليغ حمدي حصل بينهم صراع وقالوا ده ورده هي السبب والكلام ده، بغض النظر عن الحقيقه او لا. انا عارفه الحقيقه، بس عبد الحليم عايز اقول لحضرتك ان عبد الحليم في حاجات كثيره جدا عبد الحليم عملها
يعني اتعملت فيه كتير جدا أكيد. واحنا ما جبناش سيرتها برضو عشان لا نجيب ليه ما نجيبش مش عايزين نهز صورتها. لا 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 ده مش صح يا فندم، الصح ان الحقيقه تطلع كامله. لا حضرتك اتعمل في عبد الحليم مش عبد الحليم اللي عمله. انا فاهمه حضرتك وسامعاك، انا بقول لحضرتك طبعا مش تحت سيطرتنا لان دي تبع ورثه الفنانين الاخرين، فاهم قصدي حضرتك؟ فاهماني؟ انما يعني انت لو عندك معلومه مؤكده ليه اخطائه وليه أيوة. الصواب بتاعه وكده عادي لانك يعني. بصراحه وما تزعلش مني انا بشوف مع ان كل دول العالم، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه وعبد الحليم قالها مع استاذ طارق حبيب أيوة. ان في كل دول العالم الصحافه بتقف ورا الفنان وفي ظهره وما بتبينش عيوبه. مش موضوع عبد الحليم في حياته أنا... عبد الحليم في حياته كان بيشرب بق ميه بس عشان يبل ريقه، يقول ده بيتمارض ايوه الحق مش عارف يعمل ايه وفاجئهم بموته في الاخر يعني. فكل الناس بتدافع عن رموزها ما عدا احنا بس. لا احنا لا عايزين نبين رموزنا. لا لا انا مش ده اللي انا اقصده، مش ده اللي انا اقصده. لا نبين الحلو الاول عشان يبقى قدوه. انت عندنا قدوه امتى حضرتك يا فندم؟ انا عايز اقول لحضرتك عايش وما شاء الله نمبر 1 زي ما بيقولوا على راي محمد رمضان. طيب ربنا يمسيه. خليني اقول يعني لحضرتك حاجه عشان انت مش سامعني. انا ما بتكلمش ان احنا نقول ان عبد الحليم كان وحش، لكن انا عايزه ارخ التاريخ، عايزه التاريخ يطلع في صورته الحقيقيه وفي شكله المظبوط. ليه دايما احنا خليني اكمل سؤالي ارجوك، ده انا مش عارفه اكمل سؤالي خالص، اديني فرصه اكمل السؤال. ليه دايما احنا عندنا وجهة النظر ان احنا طالما بنعمل مسلسل عن فلان الفلاني اذا هذا الفلان هو ملاك انزل من السماء؟ ليه انا مشكله خالص، انا مش بتكلم عن عبد الحليم بس، انا بتكلم بشكل عام انه دايما اي شخصيه هنعمل عنها مسلسل طالما هي شخصيه حقيقيه اذا احنا لازم نطلعه ملاك. اكيد حضرتك بتشوف ده معايا. انا واحده كمهتمه بالتاريخ انا شايفه ان المفروض ان احنا كل الحقائق اللي تخص هذا الشخص سواء اخطائه او الحاجات الكويسه اللي عملها تطلع، عشان في النهايه نبين للناس انه ده بني ادم، وطبيعي ان البني ادم بيقول الصح وبيقول الغلط. فبرضه حضرتك راجعني لو مش متفق معايا. انا متفق مع حضرتك في كل حاجه، ما احنا راينا واحد بس. انا عايز اقول في الاخر يعني حضرتك في النهايه هل هيبقى ليكوا دور ان انتوا علشان حد يعمل شخصيه عبد الحليم حافظ، هل ممكن تمدوهم بمعلومات ما اتقالتش قبل كده والكتب الكتير المكتوبه عن عبد الحليم حافظ والكلام ده، هل انتوا هتمدوهم بمعلومات اكتر من كده تفيد السيناريو؟ امال ايه، بكتير بكتير جدا. وانا لولا انهم استاذ جمال عبد الحميد طلع في معرض كتاب في ندوه وقال المسلسل ده مسلسل اي كلام، وهو اللي كان مخرجه وقال ده اتعمل بسرعه عشان الفلوس وحاجات. قال حضرتك راجع يا استاذ جمال عبد الحميد بعد 10 سنين قال الكلام ده يعني. ايوه خدت بالك. فانا دلوقتي لما اجي اعمل حاجه كويسه على عبد الحليم ايوه واحط الشروط، ده حقي، حقي 100%. يعني اتمنى ان احنا ما نقولش الشروط، ولكن نقول ان احنا عايزين نطلع كل الحقائق ونطلع عبد الحليم في الصوره الصح، وكمان نختار ممثل يليق بتاريخ ومجد عبد الحليم حافظ، لانه في النهايه زي ما كنا بنتكلم على محمد صلاح من شويه، الناس دي يا جماعه هي اللي بتصنع تاريخ هذه الامه. محمد صلاح ما بيتحركش، الناس دي يا جماعه هي اللي بتصنع تاريخ مصر. خطوه ولا بشروط؟ خدت بالك؟ اي خطوه لاي فنان او اي فيمس يا فندم بيتحرك بشروط، بيتحرك بحساب، كل شيء بحساب، كل شيء محسوب. احنا لازم نخش الحكايه، وده اللي انا باكد عليه بس حضرتك مش سامعني. القانون انا بقول ان انا اعمل شروط، بيديني ان انا اقول حقي، لان انا وارث عبد الحليم كان عبد الحليم موجود. لو عليه ديون انا هدفعها، لو ليه فلوس انا لو انا دافع عنه لو في اي حق، فاهم قصدي حضرتك؟ انا بديل عبد الحليم دلوقتي خلاص، يعني احنا ورث عبد الحليم بديل عبد الحليم. واحنا اللي انا عشان حضرتك مش سامعني برضو انا بقول لحضرتك انه عبد الحليم وام كلثوم وفريد الاطرش وكل دول، او يعني فريد الأطرش ماشي كان أصله سوري، لكن كل دول هم اللي بيصنعوا تاريخ مصر. فإحنا مهم جدا أنه الناس دي لازم تؤرخ، لازم تؤرخ سواء في فيديوهات على السوشيال ميديا لأنها أكتر انتشارا، سواء في مسلسلات أو أفلام. ضروري جدا أن إحنا نطلع سكريبت محترم يليق بتاريخ الناس دي. ضروري جدا أن إحنا أحط مليون خط تحت الممثل اللي هيعمل الدور، لأن ده عبد الحليم حافظ، ده إيه راجل ليه اهميه. ايه راي حضرتك في المسلسل؟ انا ما اقدرش اقول رايي، لكن انا لو حلو، بصي لو عارفه لو حلو مش هتتكسفي وهتقولي رايك على طول.
انت بتحرجني يا بتلبسني رايي والله ده ممتاز على طول. انما هو مسلسل مخجل عشان كده انا اتمنى قلت ان احنا نختار الفنان يكون طبعا بقوه عبد الحليم حافظ حتى ولو كان فنان شاب، ولكن يليق بمجد وقوه عبد الحليم حافظ. الناس دي صنعت تاريخ مصر يا جماعه، الناس دي خرجت الفن المصري للعالم كله. يعني لما بنسافر بره مثلا بنروح باريس او بنروح اي حته بنلاقي يقول لك ام كلثوم غنت على المسرح ده. فمهم جدا ان احنا نأرخ تاريخ الناس دي بشكل يليق بيهم، واتمنى ان احنا ناخد ده في عين الاعتبار. استاذ محمد شبانه احنا بنقدر حضرتك جدا، بنقدر عبد الحليم فوق ما حضرتك تتخيل. شكرا لاسره الفنان عبد الحليم حافظ، وان شاء الله نتمنى ان يكون في فيلم او مسلسل يليق بهذا الفنان. طيب الخبر اللي معانا بقى ترند والله. من فتره كان في مسلسل او فيلم على احد المنصات يعني الخاصه، اللي هو كان مسلسل اصحاب ولا اعز، عشان مش عارفه انا قلته في المقدمه صح ولا غلط. الحقيقه شفت المسلسل ده، ويمكن انا ليا اراء في موضوع الدراما، يعني مش عارفه اذا كان ليها اهميه ان انا اقولها ولا لا، لكن انا شايفه انه ما ينفعش ان احنا نحكم على الدراما بانه انتوا ازاي تطلعوا ده او تطلعوا ده. يا جماعه الحاجات دي موجوده في الحياه، سواء كان الـ 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 مش هقول، بس يعني انه الحاجات اللي بتطرع في الدراما دي يا جماعه مش حاجات جايه من الفراغ او من الفضاء الخارجي. ففي مؤلف قاعد بيطلع حاجات من الفراغ من الفضاء الخارجي، جات له الكائنات الفضائيه بالليل اللي انتم مطلعينها ترند اليومين دول، وقالت له والنبي تروح تعمل لنا فيلم تقول فيه اصل بيحصل كذا وبيحصل كذا. بيحصل وفي ناس كتير لو بتتفرج علينا دلوقتي عارفين ان اللي موجود في مسلسل اصحاب ولا اعز بعيدا عن تقاليدنا وعاداتنا، لا ده بيحصل يا جماعه. وهتلاقي كل واحد فينا هتلاقيه عارف الشخصيه بالذات اللي كان عليها اعتراض في المسلسل، هتلاقي نفسك انا عارف فلان الفلاني ده عنده المشكله دي. فاذا الدراما ما بتجيش من الفضاء، الدراما بتيجي من الواقع اللي احنا عايشينه. برضو كان عندنا مسلسل ازمه منتصف العمر، الناس كلها هجمته بلا استثناء، ناس كتير جدا وانا بتابع بقى السوشيال ميديا بتقول لك ما تكملش المسلسل ده المفروض يخرجوا من الاستوديو على النار حتف. طب انا اسفه جدا، هو انتوا ما بتسمعوش نهائي عن زنا المحارم خالص؟ يا جماعه الدراما لما بتعرض حادثة هي بتعمل سبوت لايت أو فلاش على القصة دي، بتقول لكم خدوا بالكم ده إنذار إنه في حاجة اسمها زنا المحارم. وبنقرأ الكلام ده كتير جدا في كل حتة، وبنات كتير بتتعرض للقصة دي وما بيبقوش عارفين يعملوا إيه ولا يروحوا فين. أنا عارفة إنه الإعلام كتير ما بيتكلمش في الحاجات دي عشان بيقولوا لا ما يصحش تتكلموا أو ما تتكلموش، لكن أنا شايفة من وجهة نظري إن مواجهة الدراما اللي بتحاول تلمس حاجة في حياتنا وبتحصل في حياتنا الاجتماعيه بتقول لهم اهي كارثه مصيبه شوفوها حسوا بيها ما تعملوهاش. اسره بالكامل على راي النكته اللي اتحطت، اسره بالكامل اختفت من على وش الارض بسبب ان هي ارتكبت خطا فادح. طيب عشان ما اطولش، طب جه دلوقتي مسلسل تحت الوصايا اللي لسه هيتعرض في المستقبل في رمضان. البوستر بتاع المسلسل مطلع منى زكي لابسه حجاب وشكلها زي ما بيقولوا هم انها متبهدل. هل احنا شفنا المسلسل؟ لا. نعرف قصه المسلسل؟ لا. حد حكى لك يا ابني المسلسل؟ برضه لا. طب انت حكمت على ايه؟ الاقي بوستات كتير جدا، والنهارده الاعداد ربنا يبارك لهم بعتين لي كميه صور من على السوشيال ميديا، بوست واحد متكرر 20 مره. يعني دي اسمها حمله ممنهجه او لجان الكترونيه، وخليني احط 300 خط تحت كلمه اللجان الالكترونيه، انا شخصيا مجرباها. اللجان الالكترونيه دي بيبقى واحد كده قاعد على كمبيوتر بيحط بوست او بيحط باراجراف من 4-5 جمل ويقوم ينشرها على السوشيال ميديا باسماء مختلفه، وكلها بتبقى اكونتات فيك. فايه اللي حصل علشان نقول ان الدراما بتظهر الست المحجبه انها مش واخده بالها من نفسها وان حواجبها تخينه وانها متبهدله؟ انا ما اعرفش. شفتوا المسلسل؟ لا ما شفتوش. معانا مين على التليفون؟ معانا الناقده الفنيه مي سكريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بيكي، اهلا بيكي استاذه ريهام. انا اسفه ان انا طولت كتير في المقدمه، بس انا اصل انا بتضايق من الناس اللي بتحكم على الحاجه من عنوانها. انا شخصيا اتعرضت لده، يشوفوا عنوان يقول لك الحق دي فلانه دي كذا ودي فلانه كذا. شايفه الهجمه الممنهجه او الحمله دي ازاي؟ واضح يا ريهام ان المسلسل من قبل ما يعرض اتحط تحت الوصايه. يعني هو بقى اسم على مسمى، اسم على مسمى. الحقيقة أن أنا ضد الأحكام المسبقة على الأعمال الفنية قبل عرضها، يعني المفروض أن كل الجدل والانتقاد ده كان يؤجل لحين عرض المسلسل على الشاشة، نتفرج على الأحداث ونشوف الشخصية اللي بتقدمها منى زكي، وبعدين بعد كده نبتدي ننتقد أو نوجه لوم وعتاب. لكن إحنا لغاية شايفين مجرد بوستر، والبوستر لا يوحي بشيء، لا بيوحي لا بقصة عمل ولا بيوحي بشخصية ولا بيوحي أي حاجة خالص، غير إن إحنا شايفين منى زكي لابسة حجاب وبس. ما يمكن تكون بني آدمة مطحونة فعلاً، ما يمكن هي طالعة بدور بني آدمة زي كل الستات، أغلب الستات المصريين المصريات أنا آسفة محجبة. طب ما في منهم مطحونين، هم المحجبات مش مطحونين يا فندم؟ ما هو بص يعني هم عشان محجبات مش مطحونين، ومثلاً المش محجبات ما هو كله مطحون، فايه مشكله طالعه هي ست مصريه مطحونه؟ ايه الكارثه في كده؟ هي حتى هقول لك على حاجه، حتى لو هي يعني هو يمكن الانتقاد الاكبر لكون ان هي طالعه محجبه ومهمله في شكلها وبدون ميك اب ووجه شاحب وحواجب، فبيقول لك انه ده المحجبات مش كده، في محجبات كده وفي محجبات مش كده، في محجبات شيك جدا وحلوين ومهتمين بنفسهم جدا. بالظبط، انا عايزه اجيب لحضرتك حتى الصوره اللي الاعداد بعتها لي النهارده، اقرا لك البوست موجوده. يعني مثلا البوست هي حملة ممنهجة جدا، يعني طالما محجبة تبقى حواجبها تقيلة ومعاها موبايل قديم وبتقول السلام عليكم، كأن كلمة السلام عليكم بقت عيب، ونفسها تركب عجل وتدخل سينما وتاكل بيتزا ومع بطاطس، بس الحجاب منعها، وأول ما تقلع وهتتحرر وتعمل حاجات مجنونة وكلها حرية، وهتشترك في أبليكيشن كده باقة 6 شهور، وهتجيب موبايل اللي هو بتفاحة ده قسط على 36 شهر، وهتبقى إنسانة جديدة. البوست ده يا فندم اتكرر عشرات المرات على السوشيال ميديا بنفس الكلمات، مفيش حتى حرف واو متشال، نفسه زي ما هو بالظبط. وخليني اقول لك كمان يا ريهام انه في بوست تاني منتشر جدا، صوره منى زكي في تحت الوصايه وصوره حنان ترك من كذا عمل هي عملته وهي محجبه، وطالعه على البوستر حتى ميك اب ومهتمه بشكلها، وبيتم المقارنه بشكل شرس. يعني الحمله اللي معموله على منى زكي حمله شرسه وممنهجه زي ما انت قلتي، ربما يكون ده تداعيات للدور اللي هي قدمته في مسلسل اصحاب ولا اعز اللي اتقدم على نتفليكس، ربما يكون خلاص الناس بدات بتتصيد الاخطاء لمنى زكي. ده هي يعني هو ده التفسير الوحيد لكل اللي بيحصل بقاله كام يوم. لا، وكان في مسلسل كمان في رمضان اللي فات نفس القصه، انها لبست النقاب وقلعته وبتاع مسافرت امريكا، انا نسيت اسم المسلسل سامحوني. بصي انا برضو عايزه اقول لك على حاجه، انا ما زلت عند رايي ان احنا ضد الاحكام، ويمكن انت متفقه معايا في الراي ده جدا من المقدمه بتاعتك، ان احنا ضد الاحكام المسبقه قبل عرض الاعمال الفنيه. منى زكي حتى لما قدمت اعمال خلال السنه من بعد مسلسل اصحاب والعز تم مهاجمتها برضو، اتهاجمت. ايوه اتهاجمت وبشكل كبير جدا، رغم ان هي يمكن قدمت دور موجود في الواقع زي ما انت قلتي، الدراما في الاخر هي محاكاه للواقع. احنا مش بنفصل دراما، يعني الدراما هي محاكاه للواقع يا ريهام. مظبوط، ولا انت مش متفق معايا؟ لا، ده انا ده اللي انا قلته في المقدمه بالظبط كده. انا عمال انبح في صوتي اقول لهم يا جماعه الدراما دي من الواقع مش من الفضاء الخارجي ولا حاجه. بالظبط بالظبط. هي احنا متفقين في نفس الجمله. فالشخصيه اللي قدمتها منى زكي وكل الشخصيات اللي اتقدمت في اصحاب والعز موجودين في المجتمع بتاعنا، قد يكونوا مستطيرين مش ظاهرين قوي لكن موجودين. واحنا اذا انكرنا ده يبقى احنا بنحط راسنا، احنا بننفصل عن الواقع زي النعام، وده مش صح. بالزبط. لازم نقول الصح ولازم نقول الغلط. مظبوط. ونقدم نعرض كل النماذج علشان يبقى فيه في الاخر رساله، زي ما انت برضو ذكرتي المسلسل بتاع ازمه منتصف العمر. ده اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكي فيه. انت شفتي الهجمه دي؟ شفتي الهجمه على السوشيال ميديا في كل جروبات الستات بالذات
انه ده المفروض يخرجوا من الاستوديو على النار، ودول هيخشوا النار هتفوا، ارجو مقاطعه هذا المسلسل، بالرغم انه زنا المحارم ده موجود في المجتمع. ما هو ليه يا ريهام؟ لان هو حد واحد كتب بوست والباقي مشي وراه بدون ما يتفرج. اولا كان زنا محارم لانه ريهام عبد الغفور ما كانتش امها، دي كانت مرات باباها، ده اولا. بغض النظر على انه اللي حصل كان مرفوض، لكن ده بيحصل. الحاجه الثانيه يا ريهام، انه النهايه كانت بتقول ان اللي بيعمل ده سواء بقى كان زنا محارم او مش زنا محارم، بس حصل خيانه، حصل خيانة. حاجات كثيره جدا غلط، كانت نهايه ماساويه، فما حدش يعمل كده عشان ما نوصلش انها يعني. ما يخليني اقول لك حاجه، المسلسل كان مطلع ريهام عبد الغفور انها اتكبتت وجوزها اهملها وثلاث سنين يهجرها، ومع ذلك لما عملت الخطا ده المسلسل لم يبرر على الاطلاق خطاها، بل بالعكس طلعها. أيوة انها مذنبه. ايوه طبعا. فاحنا الدراما بتقدم اللي بيحصل في المجتمع، وانا زي ما بقول ان هو بيحط سبوت لايت عليه، انا بقول لك انه في هنا مشكله. ما رحمهاش يا ريهام، يعني بالزبط. هو في الاخر بيقول لك ان الراجل متاح لي انه يغلط ويعمل كل حاجه، لكن الست لو عملت غلطه صغيره قد كده خلاص بيعلق لها المشانق. مظبوط. تمام، لان احنا برضه هنرجع نقول ان احنا في مجتمع ذكوري بيحلل الراجل غلطاته، يخطا ويعمل كل حاجه ويقهر المراه ويعمل كل التفاصيل اللي ممكن انها تحصل، لكن الست لو غلطت او دفعت عن حقها او قالت انها مقهوره لا بيتم معاقبتها. يعني ما يخلينا نتفق. الناس ما اتفرجتش يا ريهام للاسف على كل حلقات المسلسل، الناس اتفرجت على اول حلقه او حلقتين، بنت عليه بقيه الاحداث بدون ما يتفرجوا، بنوا احكام، بداوا يكتبوا بوستات، بداوا ينتقدوا العمل، لدرجه ان كريم فهمي نفسه بقى يطلع كل شويه يدافع عن المسلسل لانه مش صح اللي انتوا بتقولوه غلط. صحيح. فهي نفس الفكره برضو دلوقتي. انا الحقيقه شفته للاخر وانا شايفاه عمل هايل طبعا، زي ما قلت لك نتيجه للتبعيات اللي حاصله للشخصيه اللي قدمتها في اصحاب ولا قاعد. ممكن. وفي النهايه برضو انا وانتي متفقين على فكره انه احنا حتى لو هي طالعه شكلها كده ومحجبه وشخصيه متزمته او وات ايفر، فده برضو موجود في الواقع، يعني الشخصيات اللي هي زي كده موجوده في الواقع. خلينا نقول يا مي كلمه اتمنى انك تتفقي معاها، انه الدراما لا يجب ان تنفصل عن الواقع. طبعا طبعا، اصل احنا مش هنفصل دراما، احنا مش هنعمل دراما تفصيل، احنا بنشوف الواقع بتاعنا ايه وبنقدمه. مظبوط. بصح بالغلط بالحلو بالوحش. يعني يا جماعه احنا ايه، احنا من الحياه مش وردي، احنا بنمر بتفاصيل، مش المدينه الفاضله بتاعت افلاطون يعني. نعم. ما احناش في المدينه الفاضله بتاعت افلاطون. بالظبط بالظبط. يعني فاحنا اكيد مش هنقدر كل وقت احنا انت عارفه مي، احنا لما يبقى عندنا اخطاء ونحط الضوء عليها ونسلط الضوء عليها احنا نعالجها. طبعا. انما نفضل لابسين راسنا في الرمل، لا 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 احنا ما عندناش الكلام ده، احنا كيوت جدا. لا لا، عندنا وعندنا وعندنا. وعايزه اقول لك على حاجه، كل ما بنقدم قضايا او حاجات شائكه او شاذه زي ما بيقولوا بنلاقي لها حلول، يعني ما فيش مسلسل بيقدم عمل بدون ما يكون له حلول. حتى اصحابه الاعز جاب لك انه نهايتين لكل شخصيه من شخصياته، نهايتين. انت فاهماني؟ فبرضه عشان المسلسل حابب يقول ان اللي بيحصل معاه كده يجرى له كده، وان لما بيمشي في الطريق الصح بيحصل كده. مظبوط. قدم لك النهايتين، فاهماني؟ فانا تاني وهرجع واقول لك انا ضد الاحكام المسبقه على الاعمال. صحيح. قبل عرضها، يتعرض المسلسل تحت الوصايا ونتفرج عليه. وبعدين بعد كده انا وانت ممكن نتكلم بقى، نعمل حلقات كتيره في الموضوع. ياريت. ده يا ريت. انت نورتينا الناقده الفنيه الجميله مي سكريه، نورتينا. زي ما قلت لكم وقالته مي كمان، افهموا بس الكلمه دي، الدراما هي محاكاه للواقع. وخلوني أزود كلمة، أن الإعلام والدراما لا يجب أن ينفصلوا عن الواقع، إحنا جزء من المجتمع ولازم نعبر عن المجتمع ده. هنطلع فاصل ونرجع. الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي مهم وكمان ترند جدا، واعتقد ان هو هيهم الشباب من اول 9 سنين كده وانت طالع، شات جي بي تي. الفتره اللي فاتت بقى فيه كلام كتير قوي 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 عن شات جي بي تي. الحقيقه ان انا ما كنتش فاهمه ده ايه، فبدات ابحث عنه وافهم ايه حكايه شات جي بي تي ده.
شات جي بي تي ده هو تقريبا موقع، او مش تقريبا هو موقع موجود على الانترنت، تقدر ان انت تدخل تتكلم معاه، بيديك اقتراحات ويديك كل حاجة انت عايز تسأل فيها هو بيجاوبك عليها. يعني لو انت مثلا طالب في المدرسة، لو دخلت قلت له انا عايز موضوع تعبير عن سينا، هيطلع لك موضوع تعبير كامل كامل متكامل تحفظه وتروح تحطه في الامتحان. لو انت بتعمل برنامج او بتعمل ابليكيشن، هتدخل تقول له انا عايز اعمل ابليكيشن شكله عامل كذا كذا كذا، وبديله تقريبا معطيات او حاجه، وهو بيخرج لي برنامج كامل متكامل. انا مذيعه عايزه اعمل برنامج على التلفزيون، ادخل اقول له ان انا عايزه اعمل برنامج اجتماعي عن الرجل او عن المراه او عن المشاكل الزوجيه، هيطلع لي سكريبتات كامله متكامله عن الحاجه اللي انا عايز اعملها. الحقيقه ان دي حاجه غريبه جدا، والحقيقه ان انا اقدر اقول ان هو سلاح ذو حدين. يعني هو كويس ان هو هيساعدنا انه يدينا مقترحات او يدينا افكار، لكن في النهايه احنا كده هنلغي عقولنا تماما. ما هو انا لما الاقي عندي ويب سايت على الانترنت اقدر ادخل عليه يديني افكار ويديني موضوع تعبير ويحل لي الامتحان ويعمل لي كل الحاجات دي، انا مش هستخدم مخي اصلا، لانه حتى العمليات الحسابيه المعقده هو بيحلها زي الفل. هو زي ما قلت لكم هو سلاح ذو حدين. لكن رئيس الوزراء امبارح استعان بالشات جي بي تي قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجوله اللي كان الرئيس عاملها في لمتابعه خطط التنميه في سيناء، والكلام ده احنا اتكلمنا عنه امبارح. والحقيقه ان هم وجهوا للويب سايت ده او للموقع ده شويه اسئله عن سيناء، وبدا هو يوصف سيناء ويتكلم عنها، وقال كلام كويس جدا، وقال ان سينا يمكن ملهاش مثيل على الارض، وقال كلام حلو جدا. اذن فاحنا دلوقتي في البلد بدانا نتجه ناحيه الشات جي بي تي ونعرف اهميته، من الواضح ان هو ليه اهميه كبيره جدا. طيب علشان انا مش بروفيشنال في القصه او مش متخصصه فيها، فاحنا عشان كده جبنا الدكتور اسامه عبد الرؤوف عميد كليه الذكاء الاصطناعي بالمنوفيه، يعني حاجه متخصصه جدا في الموضوع، عشان هو يجاوب على كل الاسئله دي. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. اللي انا قلته في المقدمه ده مظبوط؟ مظبوط تماما. تشات جي بي تي هو جيل جديد تماما من السيرش انجن او محركات البحث، متطور بشده، مستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي لاحدث ما توصلت اليه الماشين ليرنينج او تعلم الاله او مفردات الذكاء الاصطناعي الجديده اللي لسه احنا ممكن النهارده نقول ايه هي وايه اللي خلى تشات جي بي تي ده بيفرق عن اي سيرش انجن قبل كده، عن جوجل. لانه كان في جوجل، كان في جوجل، يعني جوجل ده كان بالنسبه لنا اي حد مثلا فاهم شويه ولا كده نقول له ده انت جوجل، يعني ده المثال. بالظبط. دلوقتي بقى عندنا الشات جي بي تي، وكمان مصطلح الذكاء الاصطناعي ده بدا يبقى كتير قوي في مجتمعنا. مش فاحنا ممكن مش في تشات جي بي تي بس، صح؟ يعني خلينا نشرح للناس يعني ايه ذكاء اصطناعي. تمام. هو في البدايه على ما نيجي نتكلم عن ان في ذكاء اصطناعي، ففي ذكاء طبيعي. ذكاء البني ادمين، وهو البني ادم بس، مش اي مخلوق اخر. يعني الوحيد من خلق ربنا كله اللي يميز بالعقل، اللي يميز بان هو عنده نوع من انواع الادراك والتطور والارتقاء، وبيجيب علوم جديده الانسان بس. كل الممالك وكل الاحياء اللي عايشه معانا على الارض زي ما كانت عايشه من مليون سنه عايشه دلوقتي، ما اتطورتش. الوحيد اللي اتطور الانسان. ليه؟ لانه عنده حاجه اسمها ديدكشن، بيجيب جديد، وده مش موجود عند الكائنات الاخرى. طيب النهارده الذكاء الاصطناعي ده هيبقى ايه اللي عمله، وايه اللي خلاه بالقوه دي في الفتره اللي فاتت دي كلها بقى اقوى ما يمكن الفتره اللي فاتت؟ ان الكره الارضيه كلها لما اجتمعت عشان تعمل محاكاه لمخ الانسان، اوروبا بجلت قدرها بكل الحواسب اللي فيها، بكل الجامعات اللي فيها دلوقتي، بتحاول تعمل محاكاه للقشره بتاعه المخ بتاع الانسان لبني ادم واحد، خدت منه القشرة السطحية 100,000 نيورون، الوحدة بتاعت الخلايا العصبية عندنا اسمها نيورون. احنا عندنا في المخ الواحد مليار. هم بيحاولوا يقلدوا 100,000 بأوروبا بحالها، بأجهزة الكمبيوتر اللي في أوروبا بحالها. يعني مفيش حاجة أبداً هتتخطى مخ الإنسان. أبداً. طبعاً وخلق الله سبحانه وتعالى لا يتخطاه أي حاجة. صحيح. لكن الحوسبة القوية قوي طلع في الـ 10 15 سنة اللي فاتت، أجهزة حوسبة سموها HPCU او High Performance Computing Unit او الوحدات الحوسبه فائقه القدره. خلت الذكاء الاصطناعي في حته ثانيه خالص. عشان كده في السنوات اللي فاتت حصل فيه طفره غير طبيعيه. كان
اتولد منها تشات جي بي تي، واتولد منها الروبوتس الحديثه، واتولد منها الطائرات المسيره عن بعد، واتولد منها واتولد منها للسنه الجايه. وده اللي خلى حضرتك بتقولي دلوقتي جوجل بجلاله قدره، الولاد الصغيرين دلوقتي بيقول لك انت مش عارفها جوجلت، جوجلت يعني دور عليها على جوجل، خلاص بقى مصطلح. النهارده تشات جي بي تي بقى عنده حته اميس شويه، اللي هي ايه؟ اللي هي ربطنا احنا قدره الانسان لربطه الكلام ببعضه عشان اطلع لحضرتك جمله ذات محتوى عشان اوصل لك فكره معينه. ايوه، لانه هو مختلف تماما عن جوجل. يعني مزبوط. جوجل انت بتقول له مثلا انا عايز اكتب بحث عن كذا، هو بيطلع لك كل محركات البحث او كل الويب سايت اللي اتكلمت عن الحاجه دي، كل الحاجات اللي لها علاقه بالكلمه او ترجمتها او وردت جنبها او وردت جنبها. انما تشات جي بي تي ده حاجه ثانيه خالص، ولا وردت جنبها ببعد قد ايه، ولا كانت نفس ولا او كلمه مكتوبه في او كلمه لها معنى مناظر أو كذا أو كذا. أيوة. التاني لا، التاني بقى يعمل حاجة اسمها دلوقتي أنا هقول المصطلح وترجمه، مورفولوجيكال، يعني بيربط الحاجات ببعضها عشان تبقى ذات محتوى. هدي المشاهد مثال صغير خالص بسيط. إحنا ممكن واحد يقول يكلم واحد يقول له أجيب لك سكر، فممكن يجيب له سكر يحطه له يحلوه بيه عصير يحلوه بيه شاي أي حاجة، صح ولا لا؟ مزبوط. وممكن يكون قصده إن هو هيتعبه لدرجة إنه يجيب له مرض السكر. تمام؟ الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ان دي وردت في سياق ايه ودي وردت في سياق ايه؟ هو بقى عنده مقدرة على انه من السياق يفهم الربط ما بين الجمل وبعضها وينفع تساق مع بعض ولا لا؟ ده ما كانش موجود قبل كده. وده اللي عمله الذكاء الاصطناعي، وده اللي اتبنى له شبكة قعدوا فيها من تقريبا 11 ل 12 سنة عشان يبنوا الشبكة دي. بس الشبكة اللغوية اللي بتتربط بشكل عصبي وشكل منطقي وشكل مناظر للي عند الانسان. واللي قوى ده ايه؟ علوم اسمها علوم تعلم الآلة. يعني ايه تعلم الآلة؟ يعني ازاي النهارده جهاز كمبيوتر يحطوه مع حضرتك في بيت واحد كده، يقعد مع حضرتك كده في البيت 10 سنين يدرس حركاتك وكلامك والاماكن اللي بتترددي عليها وتعاملاتك وانفعالاتك وكل حاجه، وبعد العشر سنين دي يعمل تعلم كامل لحضرتك ويحط حاجه مناظره لحضرتك تعمل نفس انفعالاتك بالظبط. زي حاجه زي روبوت يعني بالظبط، او هولوجرام. هولوجرام حاجه يعني ايه شكل حضرتك كده يتحط هولوجرام ويبقى له نفس انفعالات حضرتك تماما. فده اسمه تعلم الاله دلوقتي، بقى الالات ممكن تتعلم. دي حاجه موجوده ان هم حاجه موجوده دلوقتي تعلم الاله، اجهزه كده تقعد معانا تتعلمنا وبعدين تقلدنا. الاله ده او الماشين ليرنينج ده العصب بتاع الذكاء الصناعي كله دلوقتي. طبعا في علوم جانبيه جنبه زي التنقيب في البيانات، انه يقدر في البيانات الضخمه اللي بتتولد على الارض كل يوم من مواقع البحث الاجتماعي ومن المكالمات ومن الشراء ومن كذا، طلع علم جديد اسمه ازاي يعمل حاجه اسمها انترنت بيهيفير، يلم كل حاجه حضرتك اللي على الانترنت ويطلع سلوكك ويقول شخصيه استاذ ريهام 1 2 3 4 5 6، يحلل شخصيتك من كتابات حضرتك على الانستجرام على الفيسبوك من مشترياتك من كذا، يعمل لك بروفايل على الانترنت. ده الشات جي بي تي، ده ماشين ليرنينج تعلم الاله. اللي طلع منه بقى تشات جي بي تي. اوكي تمام، احنا كلنا نتفضح كده على النت. ده حضرتك ده الفتره الجايه فيه خطوره لا تتخيليها. خلينا ناجل موضوع الخطوره ده. يعني ده كمان ايه، وفي جزء منها هيهم المراه يعني حقيقي. طيب تمام؟ خلينا نعرف بقى يعني تمام. فالفترات اللي احنا بنتكلم عنها وبنقول ايه اللي هيحصل فيها والوضع هيتغير فيها ازاي والكلام ده كله، لازم نبقى عارفين ان في بروفايلز موجوده. البروفايلز اللي موجوده دي دلوقتي تتعمل، يعني بكره لما حد يجي عايز يتقدم لوحده هيروح يعمل حاجه بسيطه قوي، هيروح يشترك على موقع من المواقع بتاعه التحليل دي، يقول لي لم لي كل البيانات اللي في الدنيا وديني الموديل بتاع شخصيتها هتبقى عامله ازاي. يعني مش هنحتاج الابراج بعد كده ولا اي حاجه. يعني دلوقتي كان اي واحده بيجي لها انت برج ايه، والله انا برج الجوزاء، لا ما تنفعنيش عشان انت شخصيتين. تمام. طب انا برج نقعد نحلل الابراج ونقول ده ينفع ولا ما ينفعش. ده خلاص انا هجيب بقى تاريخك من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي. علم الانترنت بيهيفير او سلوكيات على الانترنت هيعمل لحضرتك شخصيه كامله ويقول لحضرتك وضعك ايه. ده كمان بقى بالاضافه وهيبقى صح دقيق، يعني وهيبقى دقيق لاقصى حرق، يعني درجه حضرتك تتخيلي. حضرتك متخيله ان الموبايل هيقول لهم ان انا عصبيه تفتكر؟ هيقول كل حاجه. الموبايل اللي في ايد حضرتك دلوقتي فيه 12 سنسور، هيبقوا 20. هياخد انفعالات حضرتك كلها. اذا كان الموبايلات دلوقتي احنا لما بنتعب وبنقعد في البيت شويه وكذا وكذا بيكلمنا،
انت ليه تغير نمط حياتك، انت ما كنتش بتعمل كده النهارده، ايه اللي غيرك النهارده؟ ده غير سيري اللي عايشه إيه؟ معانا ده الموبايلات العاديه دي الموجوده، او السيري اللي حضرتك او الجوجل اسيستنس او السيري اللي على الاي او اس، الاثنين دولت دلوقتي بيتعاملوا معاكي كانه صاحبك اللي قاعد بيتكلم معاكي ويدردش معاكي وكذا وكذا. لدرجه ان هو دلوقتي في نوع موجود دلوقتي منه، لو حضرتك شغلتيه اكتيفيتد بياخد نبره صوت حضرتك النهارده، ويقول لحضرتك نبره صوتك النهارده متغيره، بصمه ايديك النهارده متغيره كذا كذا. انا اول مره اسمع الحاجه. لا 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 ده موجود، الاسيستنت موجود في الفيتشرز دي في الموبايلات اللي معانا حاليا. أوكي. مش الاجيال اللي لسه جايه. فلاقي الموبايل كده يسال عليا ويطبطب عليا ويقول لي كل ده. طب والله العظيم تصدق حلو برضو. يعني لو حد عايش لوحده يلاقي موبايل يقول له مالك، والله فعلا ايه اللي مغيرك، محتاج ايه، صوتك فيه النهارده كذا، صوتك سمباثاتك رايح ناحيه كذا، صوتك النهارده فيه حنيه، صوتك النهارده فيه كذا. انا لازم افعل الفيتشر دي. لا ده فيتشر محترمه وجميله وبتحسس الواحد ان الموبايل مش آلة. ايوه بالظبط، مش جماد، انه دخل فيه حاجه تانية. وهو ده اللي عايزين يضيفوه للذكاء الاصطناعي، جزء ان فيه مشاعر، لان ده مش موجود في الذكاء الاصطناعي. عايزين يضيفوله المشاعر بحيث ان هو يبقى فيه جزء هيومانيتي، فيه جزء انساني كده، يبقى فيه تواصل. فتشات جي بي تي لما بدا بكده، انا عايز اصيغ، عايز ابقى قريب لكل سن، قريب للصياغه، لدرجه انه بدا يحلل مفردات السؤال دي. السؤال ده كده بشكله يطلع من طفل، لا كده يطلع من حد كبير ادلت، لا كده من باحث، فيقدم المعلومات على حسب حجم كل سن، كل صياغه. ايوه اللي اتعملت. فده من الحاجات اللي مهمه ومن الحاجات اللي لازم تتحط في الاعتبار. ان طب حضرتك تفضلتي وقلتي ما هو كده هيلغي حاجات كتير، هيلغي مخنا، هيلغي عقول الاطفال. يعني زمان واحنا في المدرسه كان ممنوع نستخدم الكالكوليتر اللي هي الاله الحاسبه. كويس. دلوقتي لا عادي. تمام. يعني انا بتفاجئ ببنتي بتقولي لا طبعا هروح بالكالكوليتر، فبقول لها ازاي ممنوع في الامتحان، تقولي لا عادي. ما طبعا. فاحنا شويه بنلغي مخنا خالص، بنقول للاولاد ما تحفظوش جدول الضرب، انت مش محتاج. بص هو انا ضد الحفظ بشكل عام، لكن انه الفكره ان الانسان يستخدم مخه او ذكائه في عمليه حسابيه بسيطه، لا خلاص. هو دلوقتي لو قلت لاي عيل 10 زائد 10 كام، يقول لك ثانيه واحده، ده 20. تمام. استسهال. حلو. بس هو مخه فاضي ولا بقى مشغول بحاجات تانية؟ بس بقينا مشغول بالجيمز وال ماشي ده الجيمز بس، لكن هو النهارده حضرتك لو قارنتي احنا واحنا في سن ولادنا، مين انضج ومين اكثر معرفه؟ هم. ايوه هم. بس الواحد بيبقى يعني مش يعني عايزين نتكلم على الحته يعني دي، هو لكن في خطوره انت طول الوقت قلقان، ما انتش مطمن، ما انتش عارف. الاطفال بالذات ماسكين الموبايل بيعملوا بيه ايه، لان ممكن يعملوا بيه كل واي حاجه. طيب انا هسال سؤال صغير خالص. لو انا النهارده اتولدت في بيت، البيت ده نصه بيعزف موسيقى، حضرتك متوقعه ان انا بعد ما اكبر شويه كده ودني مش هتبقى موسيقيه؟ هتبقى ليه؟ لان انا اتعلمت مع كل واحد من دول ان انا استطعم. اتعرضت كتير. فاللي انا عايز اقوله، انا لما ادخل لتشات جي بي تي واقول له اقترح لي ويديني 5 و10 و15، انا نفسي هشغل ذهني في ال 15 مقترح دول، وهجيب ال 16 وال 17 اللي هو ما عرفش يجيبهم. يعني انا هعمل بالمعلومات اللي جايه دي تغذيه، مش هستخدمها كمقترح واسلم. فهو مش معمول عشان انا اخد واسلم، لا معمول زي ما حضرتك بتروحي تشتري كده فستان شيك جميل كده، بتعملي تغذيه بصريه الاول، تتفرجي على كل لازم الف المحلات كلها. حلوة طبعا، معروفه. طيب مش ده عمل لحضرتك تغذيه بصريه وخلاك عرفت تاخدي قرار اجملهم مين؟ صعب. هو كل حاجه كده. فلو عمل مجموعه مقترحات كبيره واداها لحضرتك، بالعكس ده شغل ذهنك في اتجاهات حضرتك ما كنتش شايفاها، وهيبقى مقترح حضرتك 16 و17 هو الاجمل. فاللي انا مش خايف من الذكاء الاصطناعي لان هو عامل مساعد. هو انا خايف من الذكاء الاصطناعي في اتجاهات اخرى، في المدار اللي بدأت تظهر له اللي ممكن نتكلم عنها، اللي هي خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي بالظبط والجي بي تي. والجي بي تي احد المفردات برضو اللي هيبقى فيه ده، لانه اصل هو حضرتك ده ترند. هو يعني ترند. هو انا عايز اقول لك هو لحد الان لسه مش مفتوح في مصر، ومع ذلك الولاد جابوا برامج اللي هي الفي بي ان وفتحوا ال مظبوط. يعني احنا ما بنغلبش طبعا. فانا يعني عايزه ابقى مهتمه قوي بالموضوع ده، لانه هو احنا كده بنكلم الشباب وده مهم. تمام. النقطة التانية، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة قوي. شات جي بي تي ده تحت إيده كمية معلومات دلوقتي اللي اتحطت له، تعتبر 1 على مليون من اللي هيحطوه فيه. أكيد، ما احنا لسه الدنيا جاية والزمن. يعني هم لحد دلوقتي ما اتفتحش بالشكل الكامل. ليه؟ لا عندهم القدرة الحسابية إنهم يفتحوا له الأرض كلها، ولا هم معترفين إنه دخلوا البيانات كاملة اللي فيه. لحد النهاردة إن تحت إيده كل البيانات كاملة. أمال ده لما يتحط بقدراته الكاملة والبيانات الكاملة هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى خرافة طبعا. طبعا.
بس انا بيتهيالي دايما ان كل حاجه يعني واخده الدنيا كده ومسيطره قوي كده تبقى خطر، يعني دايما احس ان فيها خطوره. صح صح. يعني مش امان لأنه قوي، لانه بيوصل لانه يتضخم لدرجه قوه معينه. هو اصل الذكاء الاصطناعي متقسم اجيال. جيل قديم كان ضيق قوي كده وكلنا بنستعمله ما نعرفش، اللي هو في ابسط تحليل بنعمله تحليل صوره الدم اللي هو ب 30 40 جنيه ده اللي الناس كلها بتعمله عشان يعرفوا عندهم كرات الدم الحمراء والبيضه وكذا قد ايه، ده بقى له 20 سنه ده ذكاء اصطناعي بيعد الخلايا اللي كانت بتعدي على الميكروسكوب من زمان. أيوة. وفي جيل اللي احنا عايشينه دلوقتي وفي جيل اللي احنا خايفينه اللي يجي اللي هو السوبر انتليجنس بقى. ليه؟ في حاجتين مش هيروحوا للذكاء الاصطناعي بالكامل، المشاعر الكامله ادي واحده منهم والوعي. حضرتك بتصحي كل يوم من النوم تعرفي ان حضرتك مدام ريهام، صح ولا لا؟ اكيد عندك كونشستي، عارفه نفسك. الروبوت ما يعرفش نفسه، هو يعرف البرنامج اللي بيشغله. فده لو وصل له هنروح بقى للافلام بتاعه الاي روبوت واللي مش عارف ايه والروبوت اللي انفرد بنفسه وكذا وكذا. ده لسه بدري عليه شويه. طب ايه ممكن نقول المخاطر اللي بيمثلها الجي بي تي او الذكاء الاصطناعي دلوقتي؟ هو تشات جي بي تي المخاطر اللي هتبقى متضخمه منه قوي الفتره الجايه دي انه هيبقى الاعتماديه اللي موجوده عليه في قصه ان انا ابدا الشركات الضخمه اللي هتقوم في تحليل البيانات والكلام ده كله، النتائج اللي هتطلع منه قد تجعلنا نعمل مودلنج لبعض. يعني هتخلينا مكشوفين قصاد بعض. أيوة. يعني ايه؟ هو في حد في الدنيا مش هيبقى فيه برايفسي، مش هيبقى فيه خصوصيه، هو البرايفسي هتفقد تماما. دي كارثه بقى، ومش بس بتشات جي بي تي. يعني ليه حياتي الشخصيه خط احمر دي انتهت؟ ده في الاخطر من كده اللي بدا في الصين من دلوقتي بيتجرب. دلوقتي كل الصين متغطيه كاميرات مراقبه في الشوارع وبدات تبقى موجوده في مصر زي ما حضرتك شايفه في كل طبعا. مكان. هناك هي اكثر انتشارا. وفي دول عربيه زي الامارات وزي كده برضو مغطيه الشوارع كامله ولندن. تمام. بداوا بقى من قوه الحوسبه اللي موجوده ان يعملوا ايه، يعملوا تريسنج لشكل الوش اللي موجود. تمام. طب ويعمل لحضرتك بروفايل، رحتي فين وترددتي على مين وجيتي منين، ويعمل لك كل يوم ملف شخصي كده ظريف كده. حضرتك هتبقي مستريحه لو في واحد ماشي وراكي في الشارع في كل حته عارف تحركاتك. لا ابدا. طيب ابدا. فالبرايفسي انتهت. برضو في حاجه جديده طالعه في الذكاء الاصطناعي اسمها انترنت الاشياء. ان كل جماد حوالينا اشياء، مش الاشياء دي الجماد. يس. هيتصل بالانترنت وهيبلغ الوضع ايه في البيت والناس دي بتعمل ايه والقصه ايه والكلام ده كله ايه، لان هيبقى من مفردات. هيبقى الحياه كده انتهت. ما حضرتك اذا كان الاجهزه اللي بتباع في مصر دلوقتي كده، انت حضرتك بتلاقي دلوقتي الغساله بتاع الاطباق والتلفزيون والثلاجه مكتوب عليهم اي او تي ريدي، اللي في السوق في مصر انترنت اوف ثينكس ريدي. ده الثلاجه دي بتعمل ايه؟ الثلاجه دي عندها القدره دلوقتي انها تبلغ للراجل البقال ان البيضه اللي عند حضرتك خلص وتطلب لك 10 بيضات بدل 10 بيضات. لا هو لو على كده يبقى عمل خير. طب ما هو عمل خير وكل حاجه، بس هو كده عارف حضرتك بتحبي تاكلي ايه ولا لا. وبتستهلكي ايه ولا لا. ما دلوقتي السمارت هومز بقت كتير قوي، اللي هي المنازل الذكيه، يعني تدخل وانت في بره تتصل بيه شغلي التكييف. شوفي حضرتك بتقولي ايه، تتصلي بيه بالموبايل. لا كده ده سمارت هوم زي ما حضرتك تفضلتي. الاي او تي اللي بعده اللي هو ايه، انه ما يتصلش بيكي، هو عارف انك جاي، هو عارف ان حضرتك جاي وعارف انك بتفضلي ايه وبتحبي ايه وبتاكلي ايه وتعملي، هو بيتصرف ومش هيرجع لك في حاجه. اوكي. عارف ان ممكن ارجع بقى الاقيه قافل الباب بالمفتاح ويقول لي ما انتش ده، هو ده اللي ناقص. ما وصلناش لكده. لكن هو عارف ان حضرتك مثلا بتحبي ان درجه حراره البيت تبقى 22 بالظبط التكييف كده. أيوة. وعارف انك بتحبي الدنيا الرطوبه. طب ما خلينا نقول ان دي مميزات. تمام. صح. ما هو لو هتبقى البرايفسي بيني انا وهو جوه البيت ماشي، لكن بره. طب مين ضامن ده؟ مين ضامن ان محدش يدخل على الانظمه بتاعه البيت ويعرف بقى انت بتحبي ايه وايه طب ما زي ما خلق ما عملنا هيبقى نعمل الدواء، يعني يبقى في طبق هاي سكيورتي تبقى حاجه. هو دايما السايبر سكيورتي كده او امن السايبراني عالي قوي دلوقتي وبقى الطلب عليه بزياده قوي. عشان كده عشان لازم يامن كل حاجه. لكن طيب. البرايفسي هتفقد مع الذكاء الاصطناعي. انا اللي هزعل في الموضوع ده. حاجه ثانيه كمان حضرتك شفتي اهو الشهرين اللي فاتوا نص الناس اللي في امازون واللي في فيه وفي مشوا من الشغل. انا كنت لسه اسال حضرتك، هل في الحاجات اللي هي بتاعه الذكاء الاصطناعي دي هتبتدي انها تلغي الوظايف؟ لغت. امازون مشاهم ليه؟ بقى عنده دلوقتي، انا كنت فاكره كوست ريدكشن. لا، ما هو كوست ريدكشن ليه؟ بقى عنده برامج ذكاء اصطناعي بتعمل اللي هم كانوا بيعملوه، وبقى عنده في المخازن بتاعته امازون زي اي باي اكبر مكانين بيبيعوا اونلاين. ايوه. بقى عنده دلوقتي روبوتس بتجهز كل الاوردرز اسرع من البني ادم وبدون ولا غلطه. الشهرين اللي فاتوا قالوا ايه، تسونامي، فصلوا ناس باعداد خرافيه. طبعا ده ياثر في الوظائف. موضوع الذكاء الاصطناعي، موضوع الجي بي تي ده قصه طويله عريضه وكبيره، مش هنقدر ان احنا نخلصها ابدا في فقره. واتمنى ان حضرتك تبقى موجود معانا تاني عشان لازم نتكلم.